أبتدت الفترة اللي فاتت هتلاقوه كان تريندي قوي، عمل امباكت على كل السيستمز كل أنحاء العالم، هلاقيه دايما بدايته كانت رانسوم وير. أنا قررت أكتب رانسوم وير أعمل بيه مثلا انكريبشن للداتا بتاعة السيستمز دي، وبعد كده أطلب منهم إن هم يدفعوا فلوس عشان أبتدي أعمل لهم ديكريبشن عشان أديهم الكي. في معظم الأوقات مش بنعرف نعمل ديكريبشن إلا بالكي بتاعهم. في بعض الحاجات اللي هي بتبقى مش قوية كفاية ودي مش بتعمل امباكت فظيع يعني على الشبكات، بنقدر نعمل لها ديكريبشن احنا عن طريق الاناليست بتوعنا اللي هم بيعملوا اناليسز للمالور نفسه اللي مكتوب. تاني حاجة الناس اللي هم شغالين في الانسنت بيبتدوا يعرفوا فين الفايل او فين الحاجة اللي اتعمل لها رن عشان يتعمل ديكريبشن يعمل ديكريبشن للداتا دي. خلاص هنا بنبتدي نبعت بقى للمالو اناليست. احنا زي ما اتفقنا احنا في السكيورتي كلنا مش بنشتغل نفس الحاجه، كل حد فينا بيبقى بيشتغل على بارت معين. الناس اللي في الانستنت خاصين لما بيحصل مشكله في مكان ما هم اللي بينزلوا ويعملوا انفستيجيشن ويبتدوا يشوفوا ايه اللي حصل في السيستم بالظبط عشان تبتدي تيم تاني يشتغل على الجزئيه اللي حصلت عندنا. يعني لو مثلا انا لقيت رانسوم وير حصل عندي على الماشين خلاص، او انا لقيت ان في انكريبشن حصل على السيستمز كلها، فابتدي ابعت السامبل اللي انا لقيته، السامبل ده الفايل اللي مكتوب فيه رانسوم وير خلاص، وابتدي ابعته للناس بتوع المالور عشان يقولوا لي اول حاجه البيهيفير بتاعه على النتورك ايه، هو قدر يعمل ايه في النتورك كلها على بعضها، هل قدر يدخل على ماشينز ثانيه، هل قدر ياخد اي انفورميشن ثانيه موجوده، هو ازاي عمل انكريبشن للبيانات اللي موجوده على السيستمز دي خلاص. فاول حاجه بيديني كمان الانس بيديني البيهيفير، بيعمل اناليسيس للمالور نفسه يديني البيهيفير بتاعه. بيعملها ازاي؟ بياخد المالور الفايل ويعمله رانينج لفريق على سيستم تاني خالص، بس السيستم ده بيكون ايزوليتد يعني مش موجود في اي نتورك، مش موجود في اي سيستم كريتيكال، معمول له فول ايزوليشن من اي نتورك عشان بس يشوف بيه ديتكت بيه البيهيفير بتاعه بيحصل اول ما بيحصل له رانينج خلاص. دي اول حاجه. تاني حاجه بيقرا الكود بتاعه، بيعمل اناليسيس للكود، لا من الكود نفسه يقدر يديتكت الحاجه اللي بتحصل اول ما بيحصل رانينج لهذا المال خلاص. تالت حاجه ممكن يبص لي عليها لو هو هيقدر يرجع لي البيانات اللي ممكن حصل لها انكريبشن. تمام كده. عندنا بعض المالورز زي لو احنا عارفين لما تيجي تفتحوا دايما الويب سايت مثلا مش سكيو، فتلاقيه دايما بيفتح لكم بوب اب كده يعني، او يفتح لكم تاب ثانيه جديده انت ما طلبتش ان انت تفتحها، او يفتح لك زي براوزر ثاني زي انستنس من براوزر جديده، يا اما يطلعها لك فول انستنس يا اما يطلعها لك تاب ثانيه. اللي بيعمل ده نوع من انواع المالورز اصلا، هي بتعمل لك ريدايركت على سسبيشس ويب سايتس خلاص. طيب دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تسرق مني بيانات، انا ممكن ادخلها كيوزر. في بعض الناس ما بتبقاش عندها الاويرنس الكفايه ان هي تبقى عارفه ان اللي هياخد مني البيانات ده مش مكان سكيور 100% خلاص، فبتدي يحط البيانات بتاعته يبقى فاكر ان هو فتحها اصلا، هو مش واخد باله ان هي اتفتحت وهو ما طلبش ان هي تتفتح. تمام. دي حاجه. تاني حاجه برضو في بعض الحاجات اللي دايما بننزلها الاكستنشنز على البراوزرز، انا مثلا عايز البراوزر بتاعي يكون بيفهم مثلا البي دي اف، مثلا بياخد سكرين شوتس، مثلا بيعمل فيديو ريكوردنج كبراوزر مثلا ككروم او كفايرفوكس او كايدج ايا كان البراوزر اللي انتوا بتستخدموه خلاص. ففي بعض الاكستنشنز دي هي مكتوبه ان هي بس تسرق البيانات من البراوزرز بتاعتنا. طبعا كلنا بندخل على البراوزر عاملين سيف لكل الباسوردز بتاعتنا بتاعت كل الميلز بتاعتنا، عاملين كل سيف لكل الحاجات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا. الناس اللي بتدخل كريدت كارد مثلا لو هتشتري حاجه طبعا مدخل كريدت كارد، مدخلين كل البيانات بتاعتهم في كل الاماكن خلاص. كل ده مربوط على البراوزر بتاعنا. فانا لو في اكستنشن انا نزلته وهو مش سكيور ممكن ياخد مني البيانات اللي انا عاملها سيف على البراوزر ده، بيروح يقرا الفايلز. كل الحاجات اللي انت عامل لها سيف دي هي في الاخر احنا بنرميها فايلز جوه الماشين نفسها خلاص. فهي عشان يجي يطلع لي الانفورميشن دي هو بس مخزنها فايل، الفايل ده مرمي على الماشين، لما بيجي ينزل اكستنشن هو بيروح يقرا الباس او المكان اللي انت رامي فيه الفايل ده. تمام كده. طيب عندنا تاني من الانواع بتاعه المالورز عندنا التروجن. التروجن ده الناس اللي بتلعب جيمز
ده اكتر اكتر حاجه مشهوره في الجيمز. دايما بتلاقيك بتنزل جيمز مثلا من اي مكان انت مش عارف اصلا هي الفايل نفسه ماليش ولا لا، فانت بتنزل جيم. انا بالنسبه لي انا عايزه العب الجيم دي، هنزلها العب الجيم خلاص، انا بالنسبه لي الموضوع انتهى. بالنسبه للناس اللي هم اللي بيكتبوا الكود او الناس اللي هم الهاكرز، انا ممكن اخليك تنزل اللعبه بس انا منزل معاها كود اصلا بيسرق بيانات من عندك او بيعمل انكريبشن فايلز عندك، تمام؟ فهنا ده بنقول عليه تروجن. انا شايفه انا بالنسبه لي هي جيم، ما في الاول وفي الاخر هي بالنسبه لي جيم، انا مش شايف اكتر من كده. كل اللي هو بقى عامله هو بيعمل اتاتش للفايل بتاع الماليشيس كود جوه الجيم اللي انت عايز تنزلها دي. دي اكتر حاجه مشهوره فيها. طبعا بيبقى ليها اشكال تانية مختلفه بيزد على كل سيناريو، بس يعني اكتر حاجه مشهوره فيها اللي هي حته الجيمز دي، عشان احنا دايما بتسيب الناس اللي هي دايما بتلعب جيمز. انت كده بيهمك في الاخر ان انا عايز العب الجيم دي، مش فارق معايا خالص هل هي هنزلها من مكان سكيور ولا لا، فهو بيرميها على ويب سايت انت بتسيرش على اسم الجيم خلاص هنزلها. هي اهم حاجه موجوده، ممكن تكون واحده مثلا موجوده يعني ممكن تدفع لها فلوس، بس انت عايزها كراكت بمعنى انا مش عايزه ادفع فلوس ان انا هلعب بيها الجيم دي او ان انا هشتري بيها الجيم دي، فبنزلها عندي هي كراكت. هو عشان يعملها لك كراكت ويديك السيرفيس دي هو رامي فيها كود تاني، تمام؟ طبعا ده بقى بينطبق على كل الحاجات دي. الناس بتنزل ويندوز كراكت ومش بيشتري الويندوز مثلا، ده برضو فيه ماليشيس كود بنسبه مثلا 70% 80% لازم يكون فيها ماليشيس كود، تمام؟ اي حاجه طبعا احنا دايما بندور ان احنا مش عايزين ندفع فلوس كتير واحنا بنستخدم الماشينز بتاعتنا او بنستخدم السيرفيس اللي احنا عايزين نعملها، فبندور خلاص اي حد رميلي الفايل او رميلي السيرفيس دي من غير ما ادفع حاجه فانا هنزلها على طول. كلنا كنا بنعمل كده في الاول عادي جدا، يعني حتى لو انتوا بتعملوا ده نورمال بيهيفير لينا كلنا. يعني واحنا طلبه ما كناش عايزين ندفع فلوس وانا بلعب جيم، لا انا عايز انزل الجيم والعب خلاص. قصاد ده انا مدياله شويه بيانات من عندي من الاكونت بتاعتي وانا عارفه ده، تمام كده؟ طبعا ده مش المفروض ان هو يحصل، مش المفروض ان هو صح. المفروض نشتري لو انت في حاجه عايز تشتريها مثلا خاصه بتاعه الاوبريتنج سيستم اللي انت هتنزله، لو هو بفلوس ادفع فلوس بتاعته، تمام؟ اي سوليوشن هتستخدمه ما تستخدموش فور فري. لو في مثلا ترايل فيرجن ممكن تستخدم ترايل فيرجن احسن بكتير ما تستخدم الفيرجن اللي هي محصل لها كراكت، لان هي كده كده عشان هو يعمل الكراكنج ده هو اخذ الكود بتاع الفايل نفسه بعد كده عمل لها ديبوجنج، هو ابتدى يشوف فين بيطلب منك الكي وعمل بايباس ده، فايه اللي هيمنعه ان هو يدخل كود تاني والكود التاني ده يكون ماليش، تمام؟ طيب عندنا بعد كده الوركس. الورمز دي احنا دايما او الهاكرز دايما يعني بيستخدموها في لما بيحتاجوا يعملوا سبريد للمالور بتاعهم على النتورك كلها. احنا لما اتكلمنا قلنا اقل حاجه في كل نتورك مثلا عندي اتليست 1000 ديفايس مثلا 1000 ماشين موجوده، تمام؟ فانا مش همشي على كل واحد او كل يوزر من دول اروح رامي له مثلا فايروس او رامي له تروجن او رامي له سباي وير او اد وير، تمام؟ طيب ايه الطريقه الثانيه اللي انا ممكن اعمل بيها؟ ان انا هكتب الكود بتاعي ان هو يأتاتش. اول حاجه يبتدي يبص على فورنابيلتيز معينه، انا مهتمه ب 10 فورنابيلتيز خلاص، هيبتدي يعمل سكان على كل الماشينز اللي قدامه، انت موجود عندك الفورنابيلتي دي ولا لا، تمام؟ يبقى انا كده حددت ليست، انا عامل ليست فيها الفورنابيلتيز اللي انا هستغلها بس مش بستغل كل الفورنابيلتيز دي مبدئيا. تاني حاجه لكل واحده انا محددها لو لقاها انا كاتب الكود اللي يقدر يستغل بيها الثغره دي، تمام؟ طيب هو خلص التو بارتس دول، لقى الفورنابيلتي لقى الثغره وقدر يعمل لها اكسبلويت قدر يستغلها، هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يخش يشوف الماشين بقى اللي حصلها اللي هو قدر ياخدها، قدر يبقى خلاص كومبرومايز هو دلوقتي على الماشين دي، يبتدي يشوف الماشين دي كونكتد بأنهي ماشين ثانيه. يعني زي مثلا انا اماني ومعايا مثلا يارا ومعايا رغده، معايا رغده محمد ومحمد، احنا كلنا مع بعض كونكتد في البيت مع بعض خلاص على نفس الراوتر على نفس الحاجات، فهو قدر يدخل عندي مثلا استغل عندي ثغره ما وقدر يعمل لها اكسبلويت. يبتدي بقى يشوف اماني دي كونكتد على انهي نتوركس بالظبط، والنتورك دي هل هي عليها شيرد فايل، في مثلا في حاجات شيرد ما بيني وما بين يارا يقدر يستغلها ولا لا. بيبتدي يعمل سكان تاني بس على مستوى النتورك، بيبتدي يستغل البي سي بتاعي ان هو يدخل او الماشين بتاعتي ان هي تدخل على اكتر من ماشين تاني،
فهنا قدر يدخل على ثلاثة تانيين، وجرب مثلا يدخل على الثلاثة دول فلقى واحدة مش هيعرف يدخل خلاص، بس قدر يستغل نفس الثغرات لقاها موجودة عند محمد وموجودة عند يارا. فكده من أول بس فيز واحدة قدر يدخل على 3 ماشينز خلاص، ويبتدي بقى يشوف محمد كونكتد مع مين تاني. محمد كونكتد في اللاب بتاعه مثلا مع أصحابه جوه اللاب، يبتدي يشوف هو كونكتد مع مين ويبتدي يعمل سكان تاني لنفس الفورنابيتس. فهنا بيبتدي سبرنت ثرو النتورك، ما كتبش الكود على ماشي على يوزر واحد، هو كتب الكود بيزد على الفورنابيلتيز، والفورنابيلتيز دي اول ما بيلاقيها بيقدر يعمل لها اكسبلويت، لان هو اوريدي كاتب الكود اللي بيعمل بيه اكسبلويتيشن. تمام، اكسبلويت بمعنى ان انا هقدر استغل الثغره دي، انا عارف اكتب الكود اللي انا هستغلها دي. خلاص كده. طيب دول كده الانواع. عندنا اخر نوع بقى اللي هو الفايبس، ده اكتر حاجه كلنا بنقع فيها. يعني انا ممكن اكتب الكود واعمله اتاتش مثلا في صوره، في بي دي اف فايل، في وورد فايل، يعني لو حد فيكم كان يعني بيبص على الحاجات بتاعه الاتاكس او كده هلاقي دايما اشهر حاجه موجوده ان انا برمي الفيروس بتاعي جوه وورد فايل، جوه اي حاجه تبع اوفيس، اكسل شيت بقى، باوربوينت، ايا كان بقى الحاجات اللي تبع اوفيس دي اصلا اوريدي فولنبيلتي موجوده عندهم. انا برمي الكود بتاعي جوه الفايل بمجرد بس ما اليوزر يقدر يفتح الفايل ده، يعمل بس دبل كليك عليه او اوبن، انا الكود بتاعي بيشتغل. على عكس الوورد، الوورد ما كانش بيستنى ان حد يدبل كليك عليه عشان يشغله، هو كده كده بيعمل سكان اصلا للفورنابيلتيز. اما الفايروس انا مستني حد من اليوزرز يدبل كليك على الفايل عشان ابتدي اشتغل. تمام كده؟ وينفذ الكود اللي مكتوب ايا كان بقى انا كاتبه بيعمل ايه. خلاص؟ حد عنده سؤال شباب في الكورس دي؟ الرانسوموير. اوكي، الرانسوموير هو نفس الفكره، هو كل دول يعني مع كلمه مالور كده كده هي في الاخر كود. خلاص، هو كود بس سسبيشس كود، هو مش كود عادي. انا مش مثلا بكتب كود عشان اعمل ديسكتوب ابلكيشن او ان انا اعمل ابلكيشن يفيد حد هيستخدمه. اوكي، هو في الاخر انا بكتب كود علشان اكسبلويت بيه حاجه معينه. خلاص، طيب الرانسوموير ده انا دايما بستخدمه علشان اول حاجه اما انكريبت بيه الماشين، انكريبت بيه فايلز، اعمل مثلا سبريد ثرو الورلد وايد، يعني على الطريق يعني على مستوى العالم انا ممكن سبريد الرانسوم وير بتاعي. تمام، فمعظم الحاجات اللي بنستخدمها في الرانسوم وير اللي هي بتاعت انكريبشن فايل، انكريبشن فايلز يعني دي انكريبت بيه الفايلز بتاعتنا، نرجع نعمل ديكريبت بالكي اللي انت عامله بيه انكريبشن. خلاص، لا مش فايل، هو بيعمل انكريبشن لكل الحاجات اللي موجوده على الاوبريتنج سيستم. يعني الماشين بتاعتك تقدر تفتحيها وتعملي لوج ان عليها عايز اليوزر بتاعك، بس تيجي تفتحي مثلا اي فايل حتى لو انت اللي عامله له كرييشن يقول لك انا مش قادره افتحه، ان انا مش قادره افهمه. ليه بقى؟ انت مثلا الفايل اللي عايزه بتاعك بيبقى بي دي اف فايل، بيبقى الاكستنشن بتاعه دوت بي دي اف. تمام، هو هيديك اكستنشن جديد، الاكستنشن الجديد ده هو ده النوع الانكريبشن هو عامله. خلاص، فبدل ما يبقى دوت بي دي اف هيبقى دوت بي دي اف مثلا دوت اي دبليو اكس مثلا، ايا كان الاكستنشن اللي هيحطه. على فكره الاكستنشن بتاعه مش بيريليت لاي حاجه، مش بيريليت ان هو مثلا بي دي اف او تكست او كده، هو بيبقى حاجه من الكرييشن بتاع المالور نفسه او الرانسوم وير نفسه. هو ده بيجي على الدوايس، بيجي على الدوايس ازاي؟ دي حته احنا بنقول عليها الدليفري، الدليفري بتاعتي هتحصل ازاي؟ انا عشان اوصل السسبيشس كود بتاعي، انا خلاص انا كده في الوير هاوس بتاعي، خلاص انا كتبت الكود وعارف انا هستغل انهي ثغرات وهيعمل ايه بالظبط. خلاص، دي حته بتاعتي انا كهكر. في حته ثانيه بقى ان انا اوصل بيها السسبيشس كود بتاعي او المالور بتاعي، ازاي اوصله عند اليوزرز؟ دي طبعا اكتر من طريقه. اول حاجه ممكن ابعت لك ميل اللي هو ادخلي بقى على اللينك ده، دي فيه هنا برايس جامده جدا من اي حاجه انت مثلا بتستخدميها، زي مثلا اي ويب سايت انت انترستد بيه، فانا هبعت لك ميل. خلاص، اوريدي انا معايا الميل بتاعك، لان انا في بري ستاب زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، انا عملت سوشيال انجينيرنج، جمعت عنك معلومات. تمام، جمعت شو عندك شويه معلومات كده، شفت الفيسبوك اكونت، شفت الميلز بتاعتك ايه هي، قدرت اعرف عنك شويه انفورميشن، ايه الحاجات اللي انت انترستد بيها. خلاص، فلما ببعت لك الحته دي طبعا معظم اليوزرز بيعملوا ايه؟ بدون اي تفكير، وانا شفت لينك بدون اي تفكير، انا ما قريتش حتى الميل، يعني انا ممكن ما يكونش برايز اصلا، ما قريتش حتى الميل، انا خلاص هكليك على اللينك واعمل داونلود للفايل. تمام، مجرد ما انت عملتي داونلود على الفايل هو انت كده خلاص، انت الفايل كده بقى جوه الشركه، جوه المكان. دلوقتي لو بتكلم عن يوزر عادي، دي مش مشكله، يعني لو اللابتوب بتاعي النهارده كيوزر عادي حصل له مشكله، دي بالنسبه لي مش مشكله اصلا. خلاص، انا هفرمت كل حاجه،
هشيل الهارد خالص، يعني لو وصلت ان انا هشيل اللابتوب خلاص، يعني خسارتي كيوزر مش هتبقى كتير. طب لو انا بتكلم على مستوى شركه، خسارتي هنا هتبقى كتير جدا. اولا هتبقى كل الديفايسز بتاعتي اللي جوه المكان انكريبتد. تاني حاجه اي سيرفر عندي من اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت هيبقى انكريبتد، محدش هيقدر يطلب اي سيرفيس ولا ياخدها. تالت حاجه انا البيزنس بتاعي نفسه بقى، وده الامباكت الاسوء، البيزنس نفسه بتاعي هيقف. فمعنى البيزنس هيقف معنى ان انا بخسر فلوس، مش بس خساره الديفايسز والماشينز والحاجات اللي موجوده عندي، لا انا بخسر كمان في الماركت. فلما بخسر في الماركت انا بخسر اضعاف اضعاف بالنسبه كشركه، مش بتكلم كانديفيدوالز، بالنسبه كشركه انا بخسر هنا اضعاف اضعاف عدد الفلوس اللي انا بدفعها في الماشينز جوه. تمام؟ فدي خساره الماركت. احنا دايما كشركات او كاماكن حكوميه احنا دايما بندور ان احنا الريبيتيشن بتاعتنا تكون كويسه، والماركت بالنسبه للاماكن الحكوميه اكتر الحته بتاعت الريبيتيشن. احنا ما ينفعش يبقى عندنا مكان كريتيكال ويحصل عليه رانسوم وير، دي هتبقى كارثه، يعني كده خلاص كل حاجه وقعت، فمش هينفع خالص البارت. وقد بتحصل يعني الكيسز دي بتحصل كتير وفي اماكن كتير، بس احنا دايما بنتصرف فيها بصوره اسرع. ده اللي موجود عشان السيرت اصلا، الموجود عشان السيرت في البدايه، علشان الحاجات دي لما كانت بتحصل على مستوى الشركات ومستوى الاماكن الكريتيكال الحكوميه، فكان طبعا في اهتمام اكتر بالحته بتاعه الماركت وسايبين الحته دي. وده كان بدايه السيرت، ان احنا عايزين دايما يكون في تيم جاهز لو ما يحصل اي مشكله يبتدي يشوف المشكله دي حصلت ازاي، وازاي يقدر يعمل كونتينمنت، ازاي يقدر يحتوي المشكله دي بصوره اسرع عشان ما يحصلش اي امباكت تاني ازيد من اللي حصل. تمام؟ حد عنده سؤال يا شباب لحد دلوقتي؟ طيب الجزئيه بقى بتاعت الرانسوم وير واللي احنا بنتكلم عليها دي هنرجع نتكلم عليها تاني كمان شويه لما نيجي نقول الامباكت بتاع السايبر سكيورتي او الرانسوم ويرز اللي موجوده على الهيلث كير سيستمز. ايه هي الخسائر اصلا اللي حصلت، وازاي نعمل بقى ديفند اجينست النوع ده من الاتاكس. تمام؟ طيب هشرح بس يعني بعض البوينتس كده المهمه. احنا عندنا دايما في الانفوسك بنهتم ببعض الكونسبتس المهمه قوي، هي دي اللي احنا دايما بنحطها قدامنا وتبقى هي المين بوينت بتاعتنا. كل ما حد يفكر يعمل حاجه، لا تعالى نرجع عليه الستاندرد بتاعنا ونشوف هنعمل فيه ايه. زي انا دلوقتي شغال ديفلوبر، ديفلوبر مثلا عامل ويب سايت او عامل مثلا موبايل ابلكيشن خلاص، او عامل ديسكتوب ابلكيشن، ايا كان الحاجه اللي هو هيبتدي يعملها. تمام؟ طيب كديفلوبر انا عايز ادي لليوزر استخدام سهل جدا، عايز اديله كل الفيتشرز اللي في الدنيا، اللي هو انا مش عايز يفتح في حاجه، انا عايزه يفتح كده الموبايل ابلكيشن، هو اوكي عايز يفتح موبايل ابلكيشن كده بس، هو يسكرول او يبرس على اي حاجه خلاص، هو كده الحاجه بتاعته خلاص انتهت خلاص، او الحاجه اللي هو طالبها من السيستم نفسه او الابلكيشن حصل خلاص. انا كيوزر يهمني ان انا استخدامي يكون سهل، صح؟ انا مش عايز اتعب، انا كمان انا عايز، انا عندي يعني 20 ابلكيشن بستخدمهم ديلي، فاكيد مش كل واحد فيهم انا هعمل فيه اصلا مجهود كده خلاص يبقى ما امسكش اصلا الموبايل في ايدي. تمام؟ نفس الكلام بالنسبه للويب سايتس، نفس الكلام بالنسبه للديسكتوب ابلكيشن. الديسكتوب ابلكيشن مثلا انا عايزه يعمل لي كل حاجه، انا عايزه اكتب مين، انا اقول لك الحاجه اللي انا عاوزاها وانت تعملها لي خلاص. فهنا عشان الديفلوبر يديك كل الفيتشرز، الفيتشرز دي هتاثر في ناحيه ثانيه من ناحيه السكيورتي. فهنا احنا عندنا اول حاجه انا عايز كيوزر، انا عايز يبقى الاستخدام بتاعي سهل خلاص. عندنا بعض التولز دايما بنستخدمها كوماند لاين. كوماند لاين انا بفتح كده بكتب الكود بتاعي، يعني خليني اكتب لكم هنا. هو ده لينكس بس يعني سب سيستم، شايفين؟ شايفين ولا كبر السكيب؟ ايه؟ مش شايفينه صح؟ طيب عشان كده محتاج اكبر شويه. كده شايفين صح؟ طيب احنا هنا مثلا انا هنا فاتحه حاجه اسمها تيرمينال، دي اللي في لينكس، في ويندوز سي ان دي، بس احنا دايما ما بنستخدمش ويندوز في الحاجات بتاعت التولز بتاعتنا، او معظم الوقت بنستخدم لينكس. هنا بنكتب كل الحاجات مش جي اي، ده كوماند لاين. انا مش اصلا ما اعرفش
هي في الجيو شكلها عامل ازاي. انا بس عايزه طول، فانا بس هكتب كده اسم الطول بتاعتي او اسم الحاجه اللي انا عايزه اكتبها. انا مثلا سي انا عايزه اشوف الايدات اللي موجوده على الماشين دي. عندنا كومنت كده اكيد الناس اكيد جربته على ويندوز، الكونفيج بيجيب لي الاي دي اللي انا واخداه حاليا ويجيب لي انفورميشن عن الاي دي بتاع الماشين دي. خلاص طيب انا هنا دي اصلا واحده من الحاجات او من الكومنتس اللي احنا بنستخدمها تبع نتورك تول. نت تول يعني التول اللي انا بستخدمها هنا اسمها نت تول. انا اولا اسم التول انا هستخدم فيها كومنتس. اسم التول اصلا لو انت مش عارفه فمش مهم، انت عارف الكومنت بيعمل ايه فتمام بالنسبه لي. تاني حاجه هي مفيش حاجه اسمها جي اي. انا لو انا بالنسبه لي كيوزر عادي هيبقى ايه بالنسبه لي اسهل؟ جي اي طبعا اكيد احنا كلنا بنعشق حاجه اسمها جي اي. بس انا عشان انت ديفلوبر اديك الفيتشرز بتاعه الجي اي هنا واديك الكابابيلتي ان انت تعدل وتعمل كل حاجه هنا كده، انا قصرت في ناحيه ثانيه بتاعه اللي هي السكيورتي. لما بقصر في ناحيه السكيورتي يبتدي هنا واحد تاني بقى دايما الديفلوبرز ما بيحبوش اللي هو الشخص بتاعي هو انا تمام، انا واصحابي مش انا لوحدي. هنلاقي دايما ان انا عشان ادي لليوزر حاجه سهله الاستخدام فانا بديله هنا فيتشر فانكشن كتير قوي تمام. فيجي السكيورتي هنا خلاص ضاعت مننا. يعني انا عشان اديك في الابلكيشن كل حاجه تعملها بدون ريستريكشنز كده خلاص انا كده كل حاجه قدرت تعملها. يعني سي مثلا من بعض الكومنتس اللي انا وريتها لكم دي عشان اجي اعمل لها رن انت محتاج باور اعلى، يعني محتاج تطلع من انت كيوزر عادي من امانك عاديه مثلا لادمن خلاص او روت ادمن اللي انا بتكلم في ويندوز او روت للينكس خلاص. فانا هنا محتاج باور اعلى او يوزر اعلى من اليوزر اللي انا بستخدمه. فلو وديتك كل البرميشنز في حاله اليوزر العادي فانا كده قصرت على حته السكيورتي. انت مسموح لك تعمل كل حاجه في اي وقت تمام. لما باجي احط بعض الريستريكشنز بقى لما انا باجي بتاع السكيورتي يقول له لا انت مش هينفع تخليه يفتح كل الحاجات لان هو المفروض يوزر عادي مش ولا ادمن ولا حتى ويب سايت ادمن ولا ايا كان السبيشال رولز اللي موجوده عندي. هو يوزر عادي انا واحد باجي كل يوم الصبح افتح اللابتوب بتاعتي مثلا انا اتش ار انا في الاتش ار تيم. اتش ار تيم هو بيعمل ايه؟ انا بفتح الاكسل شيت اشوف انا الناس دي عندهم ايه مشاكل مثلا، اشوف الناس دي السالاريز بتاعتهم تمام ولا لا. ما عنديش اي حاجه ممكن اعملها مع السيستم اكتر من كده. انا بستخدم السيستم مش هضيف حاجه للسيستم اوكي. يعني انا مش ادمن انا مش هيجي احط رول انت تستخدم ايه او لا. فانا هنا يوزر عادي فلو سبته يعمل كل حاجه على السيستم فانا اديته هنا استخدام اكتر او حاجات اعلى من اللي هو المفروض يستخدمها. فهنا بنبتدي نحط ريستريكشنز. اللي بيحطوا الريستريكشنز هنا هم الناس بتوع السكيورتي. طبعا ده بالنسبه للناس اللي هم الديفلوبرز او الناس اللي هم الادمنز او بتوع النتورك ده بالنسبه لهم مشكله كبيره. يعني انت بتبتدي تقول لهم انت كده هتزود في الكونفيجريشنز بتاعتك خلاص. طيب حته الفانكشناليتي دي انا بحاول بقدر الامكان ان انا عايز ادي لليوزرز فانكشنز كتيره وفيتشرز كتيره قوي وكمان اديله سهوله استخدام. انا لو بس بصيت على الاثنين دول خلاص انا كده حرفيا بنبقى في الشارع. يعني مثلا انا في ويب سايت عايزين الناس تدخل مثلا ترفع صور البطايق مثلا بتاعتهم الناس اللي موجوده في اللاب اوكي. فهنا انا هبعت له الويب سايت اللي هيبتدي يحط البيانات بتاعته عليه. طيب لو في انا مديه للستودنتس ان هم اصلا يعدلوا في شكل الفورم او يعدلوا في شكل الويب سايت اللي انا بعته له هل ده هينفع؟ كده كل ستودنت هيجي يدخل البيانات بتاعته هيلاقي الشكل بحاجه ثانيه خلاص. طيب لو انا مدياله ان هو ان كل الناس تيجي مثلا ترفع صوره البطاقه ان هو يدفعها لي، حد ممكن عادي يرفعها بي دي اف، حد ممكن يرفعها لي صوره جي بي جي مثلا، حد ممكن يعمل لي سكان ويبعتها لي، حد ممكن يحط لي الرقم من غير ما يبعت لي صوره. هنا انا ما عملتش ريستريكشنز على الانبوت اللي انا بخليه اليوزر يحطها تمام. فهنا برضو عندي مشكله كبيره ان انا الانبوتس اللي جات لي هيبقى فيها عدد كبير جدا من الاختلاف كلهم مش هيبقوا نفس الحاجه تمام كده. طبعا في البروسيس دي انا كان غرضي من البدايه ان انا اسهل على الطلبه ان هم بيدخلوا البيانات بتاعه البطاقه ان هي الموضوع ما يبقاش صعب. اللي عايز يدخل اي حاجه يدخل اهم حاجه تدخل لي البطاقه
يرقمها يا صورتها يا البي دي اف فايل يتعمل سكان ايا كان اللي انت عايز تعمله. لكن كنت مسهل على اليوزر ومديله انستراكشن خلاص. فهنا هنقع في ايه؟ هن اي حد تاني شايف الويب سايت من بره غير الناس اللي ستودنت ممكن يستغل اللي انا اديته للستودنتس دول تمام. ممكن يرفع بدل ما يرفع مثلا بي دي اف فايل يرفع اي اكس اي فايل يعمل اي حد انا لما اجي انزله مثلا من غير ما ياخد بالي يعمل له رن لان انا اوريدي كده كده هفتح الحاجات اليوزرز او الستودنتس بعتهم تمام كده. يبقى انا ما حطيتش اي ريستريكشنز خالص على الانبوتس اللي هتجيلي. فاجي اقول له لا معلش وانت بقى انت كديفلوبر وانت بتكتب الحته دي حط لي هنا ريستريكشن ان الناس ترفع بي دي اف بس اي حاجه ثانيه ما تقبلهاش. هنا طبعا نصكم هتلاقوه بقى ايه زهقان وبقى ما انا كنت صورتها ورفعتها. نص الناس هتلاقي طب خلاص ماشي انا هرفع البي دي اف. نص طب ما انا كنت ممكن احط الرقم وخلاص وكده دخلت البيانات بتاعه البطاقه. بيحصل ولا لا؟ اكيد صح يعني بغض النظر عن البطاقه اكيد بيحصل معاك في اكزامبلز ثانيه ان هو دايما هتلاقي فيه ريستريكشن اتحط هو انت مش فاكر طب انا كنت رفعتها اي حاجه ما الاثنين بالنسبه لك انت هينزل نفس الاوت خلاص مفيش عندك اي مشكله خالص. بس بالنسبه لي انا كسكيورتي انا ممكن اي حد يرفع لي اي فايل موجود عنده اي تحصل له على السيرفر بتاعي خلاص كده السيرفر بتاعي طار تمام. فالريستريكشنز دي لازم نحطها لازم يحصل بالانس ما بين الثلاثه ان انا اديك الفيتشر وان هي تكون سهله الاستخدام ما يعني ممكن استخدمها. هل لو انت اديتك فيتشر خليتها لك مثلا بشكل اسهل شويه هيأثر عليا في السكيورتي ولا لا؟ بتحصل. عشان كده دايما بنخلي بالنا من حته الريستريكشنز اللي احنا بنحطها لازم يحصل بالانس ما بين الثري كونسبتس تمام كده. عشان ما يحصلش مثلا ان انا في ابلكيشن او في ويب سايت الناس بتستخدمه بصوره سهله جدا بس بيأثر دايما عندي في حته السكيورتي خلاص. نيجي بعد كده على التري بقى كونسبتس المهمين جدا سي اي اي. حد سمع اللي كان عن سي اي اي؟ ايه لا يعني احنا الكونسبت مش السي اي اي والكونسبت مش دي خالص حاجه ثانيه. احنا هنتكلم عن الكونسبت بتاع السكيورتي حاجه متاخده منهم كده شويه. طيب احنا عندنا ثلاثه كونسبتس مهمين قوي. اول حاجه انا دايما انا الداتا بتاعتي انا زي مثلا عايزه ابعت مسج لمحمد خلاص. انا اول حاجه عايزه اتاكد ان المسج اللي انا بعتها لمحمد دي محدش هيشوفها غير محمد خلاص. فلازم يكون في حاجه اسمها كونفيدنشاليتي محمد بس هو اللي مسموح له ان هو يشوف المسج دي. حتى لو انا بعتها ان بابليك لو انا بعتها كده على الجروب عندكم كلكم فهو بس اللي هو الوحيد اللي هيقدر يفهم المسج اللي انا بعتها زي السيم ما بين الصحاب خلاص. انا في سيم ما بيني وما بينك خلاص انا يعني هعرف انت هتفهمني وانا هفهمك لما اقول نفس الجمله تمام كده. فده كونفيدنشاليتي انا لازم بحقق بيها ان الداتا الناس بس اللي المفروض تاخد الداتا هي اللي المفروض تقدر تشوف الداتا دي وتقدر تقراها خلاص كده. طيب بنعملها ازاي بقى على مستوى السيرفرات او على مستوى الويب سايتس؟ يبقى عندنا حاجه اسمها انا دايما اي ابلكيشن بيحصل او بيحصل له ببلش دايما بيبقى عنده تو كيز الببليك ده اللي ظاهر بيه كل الناس وعنده اللي هو البرايفت تمام. طيب انا بكلم ويب سايت ما فانا ببعت له مسج او بفتح معاه سيشن ده ببعته ازاي؟ باخد البابليك كي لان انا كده كده انا شايفاه بعمل بيه انكريبت للمسج بتاعتي خلاص. طيب لما بتوصل للسيرفر السيرفر هنا بيبتدي يعمل ديكريبشن بالكي البرايفت بتاعه خلاص مش بالبابليك. لما بيعمل انكريبت للبرايفت المسج بالبرايفت كي هنا بيعرف ان الشخص ده كان قصده هو بالمسج دي تمام. طيب العكس لما بيحصل هو بيحصل اكستشينج للكيز بتاعتي وخلاص قريتي من المسج وقدر يقرا الكيس بتاعتي فقدر يبعت لي عادي وانا اقدر اعرف ان هو السيرفر اللي بعت لي الحاجات دي. طيب لو في حد بقى في النص فاكرين مان ان ذا ميدل اتاك اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت ان في حد في النص شايف اللي هو الترافيك ما بين الشخص اللي هيبعت للشخص اللي هيستقبل الداتا دي. هنا هو اوريدي شايف كل الترافيك في الحته دي بقى هو لو مش معاه البابليك والبرايفت بتاعه الشخص اللي هو انا كلاينت يعني بكلم السيرفر فهنا مش هيقدر يكونتاكت مع السيرفر على اساس ان هو قال تمام كده. طيب تاني حاجه انا عايزه اتاكد بقى وانا ببعت المسج لمحمد ان المسج وصلته زي ما هي مفيش حد في النص كده اخدها عمل فيها مانيبيليشن ان هو عدل اي حاجه فيها وبعتها له هو على اساس ان هو الشخص ده.
تمام. طب نعمل ايه؟ حاجه اسمها انتجرتي. دايما بنبتدي بنعملها ازاي، او الحاجه الكومن اللي بنعملها بيها، ان انا الماسج بتاعتي بكريت ليها هاش. الهاش ده عباره عن وان واي. انا بس يعني الناس فكره الهاش مش فاهمينها صح، عشان بس ابقى عارفه اشرح الكونسيبت صح. طيب الهاش ده عباره عن ميثود، خلاص. الميثود دي برضو هي حاجه مكتوبه بكود، بديها الانبوت بتاعي هي بتبقى بالنسبه لي المسج، وبعد كده بتدخل جوه الكود ده بتتحول لعباره لرقم. الرقم ده متكون من 128 بس، اللي هو ممكن يكون طوله مختلف على حسب الميثود اللي انا هستخدمها، بس هنا في الاخر انا بطلع رقم ثابت او حاجه ثابته للمسج الاساسيه اللي انا بعتها، خلاص كده. وبعتها للشخص، هو لما بيعمل نفس الفكره للنفس المسج بيطلع في الاخر نفس الرقم ده. يعني في مثلا انا عملت هاشنج ليه طلع من 1 ل 5، خلاص. محمد عمل هاشنج ليه طلع من 1 ل 5، اذا هي نفس المسج. ليه بقى بيطلع نفس الحاجه؟ انا لو غيرت دوت، لو انا شلت الحرف وحطيت مكانه دوت، مش هيطلع نفس من 1 ل 5، دي حاجه هتتغير في النص، لان هي نفس الميثود ونفس الاوتبوت، لازم يطلع نفس الانبوت، لازم يطلع نفس الاوتبوت، لان انا نفس المسج اللي انا بعتها هي يعني نفس المسج اللي انا عملتها دخلتها جوه الميثود اللي انا بعمل بيها هاشنج، خلاص. احنا الاثنين هنستخدم نفس المسج، يعني مفيش اي حاجه متغيره، فلازم يطلع عندي وعنده نفس الاوتبوت، تمام؟ مفيش اي حاجه متغيره، خلاص كده. اتفضل. والانكريبشن. الفرق ما بين الهاش والانكريبشن، الهاشي هي وان واي، يعني ما ينفعش يبقى معايا الهاش وارجعه لديتا، تمام؟ يعني انا بيطلع معايا رقم ثابت، اول ما بدخله جوه المسج دي ما ينفعش اعمل له ريفرس، يعني ما ينفعش ارجع من الاوتبوت للانبوت تاني، اللي هي المسج الاساسيه. طيب انكريبشن، الانكريبشن ده بقى عندنا بناخد بيه المسج وبعد كده بنبتدي نعمل بيه انكريبت للمسج دي بيزد على الكي اللي انا هستخدمه، خلاص. بس طبعا هي مش محدده عندي برقم ثابت، يعني مثلا بقول لك احنا عندنا في الهاشنج ممكن يبقى 128 بايت، ممكن على حسب الرقم اللي انت هتطلعه فانت رقم ثابت. الانكريبشن لا، الانكريبشن عادي انا ممكن ادخل تكست فايل اطلع تكست فايل ثاني بس هيبقى مختلف، تمام؟ طيب التكست فايل ده انا اقدر اعمله ريفرسنج، اقدر ارجعه ثاني اعمل له ديكريبشن بنفس الكي اللي استخدمته وانا بعمل انكريبشن، واقدر ارجعه ثاني، تمام؟ هقول لك، عارفين السيزر؟ سمعتوا زمان الحته بتاعت عارفين لما بنخلي الاي كي والبي سي والسي دي اللي احنا بنعمل شيفتنج للحروف؟ فانا بدل ما اقول لك مثلا انا اسمي اماني فهكتب لك الاي هي كي، خلاص بكتب لك هنا دي طريقه، دي ده مثلا كي، خلاص ده الكي بتاعي اللي انا عامله بيه الانكريبشن، فطلع لك عادي اوتبوت عادي جدا. تقدر لو انت عرفت الطريقه اللي انا عامله بيها الشيفتنج ده تقدر ترجعها الاسم الاصلي، تمام؟ دي ابسط صوره من صور الانكريبشن، يعني عشان بس ما تفتكروش ان الانكريبشن بهذه السهوله، بس يعني دي ابسط صوره من صور الانكريبشن. تاني برضو حاجه مهمه في الانكريبشن، او ممكن اكزامبل تاني، لو انا مثلا هشيل كل رقم او كل حرف وبدله برقم، هقول مثلا ان الاي عندي واحد، فانا هنا شلت الاي وحطيت رقم واحد، خلاص انت مجرد ما بتفهم الكي تقدر ترجع الداتا دي تاني، خلاص. الميثود بتاعت الهاشنج انت كده كده مش هتعرف تعمل ريفرسنج ليه الميثود دي، لان انت بتطلع اوتبوت ثابت. ايوه هو ليه الجوريزم معين، الجوريزم ده هي الميثود اللي احنا بنستخدمها اصلا اوريدي، انت بتطبقها في الاخر للالجوريزم. لا مش هترجعه تاني. لا لا يعني انا بقول لك مثلا في الهاشنج بتاع اماني طلع 16. ال 16 برجع عليه تاني حتى لو عرفت الميثود اللي هي مكتوبه بيه، مش هتعرف، تمام؟ لا الهاش تيبل مش المقصود بالهاشنج اللي انا بتكلم عليه ده خالص. لا لا ده حاجه تانيه خالص، خلاص. احنا من الاوتبوت بتاعنا مش هنعرف نرجع تاني خالص اللي هي الاوريجينال مسج بتاعتنا، خلاص. لان احنا كده كده يعني مثلا انا مديك تكست فايل، تكست فايل مديك ايزو فايل، يعني حاجه ممكن تكون حجمها بالجيجا بايت، بطلع منه 128 بت، انت بتطلع كام مثلا حرف؟ 64 حرف مثلا، فتقدر من 64 حرف تطلع ان هو كان الايزو فايل اللي كان حجمه مثلا 5 جيجا؟ ما تقدرش طبعا، مستحيل. بس انا لو بعمل انكريبشن لل 5 جيجا كلهم هيطلع معايا برضه حجم فايل نفس الحجم،
نفس الداتا نفسها خلاص. فهنا الانكريبشن مختلف عن الهاشنج في الطريقه اللي انت بتعملها بيه وكمان الاوتبوت بتاعه خلاص. اتفضل. انت والشخص اللي بيبعت والشخص اللي اخذ الداتا هما الاثنين بيعملوا نفس الهاش. يعني انا هعمل الهاشنج دي هحسب الهاش بتاعي هو يحسب الهاش بقى كومبير التو هاشز ببعض. لو نفس الهاش تمام لو مش نفسه خلاص. كومباريزون ما بين الاوتبوت بتاع الهاش. لا ما ينفعش تبعت يعني انت في الاخر كل اللي هو بيعمله هو بياخد منك الفايل وبياخد منك الهاش بتاعه. وانتوا بتنزلوا مثلا ايزو فايل هيقول لك او بتنزل مثلا اوبريتنج سيستم هيقول لك الاوبريتنج سيستم ده والهاش فايل بتاعك كذا. شنو انت بتعمله داونلود لو حصل اي مشكله في الداونلود يبقى انت كده في حد مثلا بعت لك حاجه ثانيه غير اللي هي موجوده على الويب سايت الاوفيشال تمام. فانا في حاجه اتغيرت في النص. لما في حاجه بتتغير في النص كده الهاش بيتغير. الهاش دايما بيبقى ثابت للفايل الواحد او للداتا الواحده تمام. فلو اي حاجه فيها اتغيرت يعني لو دوت زي ما بقول لك لو شلت حرف لو زودت حرف اي حاجه انت بتغيرها الهاش بتاعك بيتغير خلاص. حد عنده سؤال تاني في البارت ده؟ الانكريبشن تقدر يعني هو ليه ميثودز كتيره جدا تقدر تستخدمها فيه. يعني تقدر تعمل انكريبشن باي طريقه انت عاوزها. في الاخر انت يعني انت المتحكم كشخص انت اللي بتكتب الكود انت بتعمل بيه انكريبشن ده. في طرق كتيره جدا في طرق كتيره جدا زي ما قلت مثلا سيزر دي مثلا مشهوره كانت ايام الحرب يعني زمان بداوا الحته دي الاي نجمة فاكرين حرب عالميه ثانيه حاجه كده الاي نجمة دي كانت اول حاجه في الانكريبشن ان يعني هم عايزين يبعتوا مسج للقوات بتاعتهم هم مش للقوات الناس الثانيه هو عشان توصلوا المسج ويفهم ان هي جايه له من الاوردرز مثلا من الناس الاعلى منه في نفس الارمي فهو هنا بيبتدي يتفقوا على نفس الشفره ما بينهم. انت لما يجي لك المسج انت ازاي هتعمل شفرنج للحروف اللي جايه دي طبعا ابسط صوره من الانكريبشن تمام. بعد كده كبرنا شويه بقى عندنا الانكريبشن انا بقدر اعمله بكي. الكي ده ممكن يكون طوله لوحده 256 ممكن تكون طوله 128 على حسب طول الكي اللي انت عايز تعمل بيه الشفر ده تمام. طبعا مش دايما بيبقى شفر ممكن يكون على حسب الطريقه ممكن اعمل ريبليسمنت دي طريقه برده تانيه. الكي طبعا بيبقى كومبلكس مش بيبقى حاجه بسيطه بس انتوا ممكن تستخدموا الحاجات البسيطه حاليا لو انتوا عايزين تجربوا الحته دي خلاص. اتفضلي. انا مستمعاكي قوي. عايزه تشوفي شكل من اشكالك بس ممكن سيرش عادي على جوجل هتلاقي يعني ممكن هتلاقي كتير جدا خلاص. عندنا سؤال ثاني. كده احنا حققنا اول اثنين الكونفيدنشاليتي. اتفضل. اولا تقدر تعمل اناليسيس للداتا اللي معاك وتقدر توصل للديكريبشن كي ده لو هي معموله بشكل مبسط يعني انا بقى ابعت مثلا بتعمل تحاول تجرب الباترنز اللي انت شايف ان هي ممكن تكون الانكريبشن حصل بيها خلاص. طيب غالبا يعني او مؤخرا الناس او اللي هم اللي بيكتبوا رانسوم ويرز اللي بتعمل انكريبشن بقوا بيخلوا الكي اصلا اندر يعني ما تقدرش تعمل له ديكريبشن يعني ما تقدرش تعرف من الكي نفسه. فهنا بيبقى الحل الوحيد ان خلاص احنا عندنا الداتا اتضربت فاحنا لو عندنا باكر نقدر نرجع الداتا منه ما عندناش يبقى كده خلاص الداتا راحت او تدفع الفلوس اللي هم طالبينها خلاص. يعني مؤخرا بقى في قانون اصلا للانتربول ان يكون الناس خلاص تدفع عادي يعني ممكن تدفع بورت من الفلوس على اساس انك تاخد الكي تعمل بيه يعني ديكريبشن. زمان ما كانش فيه الحته دي طبعا كان بيبقى صعب قوي ان انت تدفع فلوس للناس هيدوك انكريبشن كي خلاص. طيب عندنا بعد كده الحته بتاعه الابيليتي ان انا الداتا بتاعتي دلوقتي انا قدرت احقق ان بس الناس اللي انا عايزهم يوصلوا لهم المسج هم اللي يقدروا يفهموها. تاني حاجه قدرت احقق كمان ان مش هيحصل اي مانيبيوليشن في الداتا اللي انا بعتها. اخر حاجه انا دايما عايزه اتاكد ان الداتا بتاعتي دي افيلبل اي حد من الناس اللي مسموح لهم يقدروا يفتحوها يقدروا يلاقوها في اي وقت خلاص.
خلاص يعني مثلا سايب على الويب سايت مثلا او على الابلكيشن بتاع الجامعه ليكم مثلا انفورميشن خلاص مثلا الدرجات الحاجات اللي بتاخدوها في الجامعه. فانتوا دايما عايزين يكون في افيلابيلتي للويب سايت مثلا او الانفورميشن بتاعتكم على الويب سايت ده طول الوقت. فانا لازم كمان اخد بالي من حته الافيلابيلتي اللي موجوده دي خلاص. يبقى احنا عندنا الثري كيز دول مهمين جدا في السكيورتي. احنا دايما بنحققهم ان انا الداتا بتاعتي تبقى كونفيدنشال، مفيش اي حد يقدر يقرا الداتا دي الا الناس اللي مسموح ان هم يقروها. تاني حاجه ان اضمن ان ما حصلش اي تغيير في الداتا خلاص او حصل اي مانيبيليشن. اخر حاجه ان انا دايما ان الداتا دي افيلبل واقدر اوصلها بكل سهوله. تمام كده؟ حد عنده سؤال في الكونسبتس؟ اخر بقى كونسبت مهم قوي، يعني دي الكونسبت بالنسبه لي المهم قوي، ان احنا دايما بنفتكر انا دلوقتي مثلا في الشركه عندي مثلا ويب سايت، عندي ماشينز، عندي يوزرز كتير قوي. فببتدي اروح اعمل ايه؟ انا اشتريت فاير وول خلاص، انا كده بالنسبه لي مش هيبقى عندي ولا اي مشكله في السكيورتي. طبعا حاجه مش صح خالص. احنا كده كده مفيش اصلا سيستم سكيور 100% مع وجود كل السوليوشنز، مفيش اي سيستم سكيور 100%. كده كده معرض برضو ان يحصل عليه اتاكس. ليه؟ الناس احنا دلوقتي في عدد كبير جدا من الناس اللي بتحاول اصلا تكون يعني تدخل تعمل كومبرومايز للسيستمز دي. ده حاجه هم عندهم كل الوقت اللي في الدنيا اللي يقدروا يجربوا فيه كل الطرق الممكنه عشان يقدروا يدخلوا على السيستم ده خلاص. طيب هنا محتاج بقى افهم اللايرز بتاعتي ايه هي عشان اقدر احميها بشكل كويس. وبرضه لما نحميها ده مش معناه ان انا 100% سكيور، عشان برضه حتى بعد ما نعمل الستبس دي احنا مش 100% سكيور. انا لازم كل فتره اتاكد ان احنا ما عندناش مشكله خلاص. طيب ده اللي احنا بنقول عليه بقى الديفنسنج ديبس. الديفنسنج ديبس ان انا ببتدي اشوف ايه هي اللايرز اللي موجوده عندي في المكان في الاورجنايزيشن او في الشركه، وابتدي احط لكل لاير حاجه تحميها خلاص. طيب سي انا عندي مثلا نتكلم عن الهيلث كير سيستمز، مثلا انا عندي المعلومات بتاعت البيشنت وعايزه اعمل لها احطها مثلا في حاجه ما تخليش اي حد يقدر يقراها. تفتكروا ايه ده بما ان احنا لسه شارحينه دلوقتي؟ انا عندي انفورميشن بتاعت البيشنت خلاص، وعايزه احطها في اي حاجه ما تخليش اي حد يعرف يقراها غير الناس اللي انا انكريبشن صح؟ يبقى نحاول نعمل انكريبشن للداتا بتاعتنا. يبقى ما خزنهاش بلين تكست، ما خزنهاش على الديسك بتاعتي بشكل بلين تكست خلاص. يعني ما خزنهاش اي حد يقرا الهارد تاني اللي انا عامل عليه ستوري يقدر يقراها بشكلها الطبيعي. لا انا عامل انكريبشن للداتا بتاعتي اوريدي، فاي حد يجي يقرا الداتا بتاعتي هيلاقيها ايه؟ انكريبتد، وانا اللي عاملها انكريبشن بايدي وعارف انا بريتريف الداتا دي ازاي خلاص. فدي كده اول لاير اللي هي الداتا، ودي طبعا طبعا دي تبقى اهم حاجه موجوده عندنا خلاص. يعني بالنسبه للهيلث كير سيستمز مثلا في الانفورميشن بتاعت البيشنت دي اهم حاجه موجوده، ان انت دي اللي انت بتعمل منها التشخيصات، دي اللي انت بتعمل منها لو هتحجز مثلا ابوينتمنت او حاجه، هي دي كل السيستم كله قايم عليه خلاص. دي اهم حاجه موجوده عندي. اي سيستم بقى في الدنيا نفس فكره السيستم ده. الداتا بتاعتي هي اهم حاجه بالنسبه لي، هي اهم، هي اللي قايم عليها باقي السيستم خلاص. طيب الداتا دي انا ممكن اقراها مثلا من داتا بيس ابلكيشن، فهنا انا برميها على اللاير الاعلى تمام. مش احنا بنعمل ريتريف للداتا بتاعتنا اللي انا عملت لها انكريبشن دي، فانا بقراها من ابلكيشن، اكيد مش هقرا الداتا دي من الديسك. يعني انا في الاخر هيوم بينج، مش هروح اقراها من الديسك بتاعي، ما بفهمش الماشين لانجوج خلاص. انا عايز ابلكيشن يقدر يقرا الداتا دي ويرجعها لي تمام كده. فبرمي الداتا دي على ابلكيشن خلاص، ايا كان بقى الابلكيشن استخدمه. عاده في الهيلث كير سيستم بيستخدم اي داتا بيس ابلكيشن، اي داتا بيس ابلكيشن يقدر يمنح يتريف الداتا اللي موجوده عنده في الداتا خلاص. فانا هنا لازم برضو اعمل سكيور للجزء بتاع الابلكيشن ده، اتاكد ان الابلكيشن بتاعي اب تو ديت. طبعا ما ينفعش يكون خالص اي حاجات كراكت خالص، لازم اكون انزله من كونفيدنشال سكيور، يعني حاجه تكون انا موثوق منها ان انا انزل منها الابلكيشن ده، ان الابلكيشن ده هو اللي هيعمل ريتريف للداتا اللي انا عملت لها انكريبشن. لو انا نزلته ولا هو اب تو ديت ولا نزلته مثلا كراكت
فانا كده استفدت ايه بالانكريبشن اللي انا عملته؟ ما هو ده هيفهم الداتا اللي انا حطيتها دي خلاص. فانا لازم كمان الابلكيشن بتاعي لازم ابتدي ابص ان هو يكون من مكان كونفيدنشال او من مكان سكيور. فانا مضطر ادفع لمكان يديني السوليوشن ده اولا عشان يدهولي من غير اي مالشيس كود، دي اول حاجه. تاني حاجه ان كيس حصل عندي مشكله في الابلكيشن وهم يقدروا سبورت معايا في المشاكل بتاعته خلاص. طبعا اب تو ديت دي مهمه جدا ولازم نعمل له ابديتنج لكل فتره خلاص. طيب بعد كده بقى الابلكيشن ده في الاخر هو اكس اي فايل او ايا كان النوع الفايل اللي هيحصل راننج في الاخر، هو بيرن على الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده اللي هو بقى الماشين بتاعتي سواء ويندوز بقى او لينكس. فانا هنا اللير اللي بعد كده الحته بتاعه البوست، الحته بتاعه الماشين نفسها. فانا لازم برضه اتاكد ان الاوبريتنج سيستم بتاعي اب تو ديت، واتاكد كمان ان الاوبريتنج سيستم بتاعي عليه فاير وول للبوست نفسه، اي حاجه بتدخل عليه ماليشيس بنبتدي نبص عليها ويعمل لها سكان تمام. تاني حاجه برضو من الحاجات المهمه قوي ان احنا نتاكد منها ان انا مش منزل اي حاجه كراكت عليها تاني، يعني مش بس الابلكيشن اللي احنا هنستخدمه، اي ابلكيشن تاني. يعني انا اتاكد ان الماشين اللي هي راننج عليها الداتابيز سيرفر او الابلكيشن، اتاكد ان هي كمان معاهاش اي حاجه ثانيه تكون سسبيشس خلاص. اتاكد برضو ان هي الماشين نفسها عليها فاير وول بيقدر يعمل سكان على الماشين نفسها. عندنا برضو سوليوشن ثاني اسمه رانزي، هو بيحاول بس يكون او اي حاجه سسبيشس هو بس بيبعت لك بيها ريبورت ويقول لك ان هنا في مشكله حصلت على الماشين دي، فانت المفروض تعمل انفستيجيشن تمام. طبعا لازم نتاكد هنا بالنسبه لكم يعني كهيلث كير سيستم ان احنا يكون في ادمنستريتور مسؤول عن الماشينز بتاعت السيرفيس بتاعتنا تمام. لازم يكون فاهم قوي ايه الابلكيشن اللي احنا بنعمل لها رننج، وازاي اصلا يعمل لها رننج، وازاي يبتدي يحط الصلاحيات بتاعت اليوزرز العاديين. مش ما ينفعش مثلا ممرضه في المستشفى تقدر تدخل على السيستم ككل وتعدي فيه حاجه تمام. هنا في صلاحيات للدكاتره للممرضين لكل حد تمام كده. طيب عندنا بعد كده انا الهوست ده او الماشين دي هي في الاخر مش ستاند الون. ستاند الون ده انا باخد اللابتوب بتاعي واقعد في اي مكان واشتغل على اللابتوب بتاعي كده، ما ستاند الون قائمه بنفسي بشتغل بس على الماشين دي لوحدي خلاص، ومش بسير على اي مكان تاني. طيب لو انا بقى كونكتد في نتورك، كونكتد بقى في النتورك بتاعت المستشفى نفسها كلها، هنا انا في نتورك انا دخلت عندها تاني، كل ده تاني يا شباب كل اللايرز اللي انا بتكلم عليها دي عشان نقدر نوصل للبيانات او للديتا بتاعتنا خلاص. احنا بنعمل النتورك دي علشان مثلا الناس اللي في الدور الاول يقدروا يطلعوا معلومات البيشنت، الناس اللي في الريسبشن لازم يشوفوا المعلومات بتاعت البيشنت وهيدخل انهي قسم من الاقسام عشان يبتدي يدخل في باقي البروسيس خلاص. لو هل ليه ريكوردز قديمه عندنا على السيستم ولا لا، وابتدي اشوف ايه هي الريكوردز القديمه بتاعته اوكي كده. دي كل الحاجات دي بنعملها ليه؟ عشان الداتا اللي هي اساسا فيها المعلومات بتاعت البيشنت بتاعتنا خلاص. طيب النتورك طبعا لازم يبقى عندنا فاير وول، دي اول ستيب نعملها. تاني حاجه لازم نحدد مين اللي بيكونكت على النتورك، يعني مش اي حد داخل المستشفى كده صباح الخير انا جيت قعدت في الاستقبال اخدت اللابتوب بتاعي كونكت عليه، لا احنا كده خلاص احنا كده في الشارع، اي حد بيكونكت من بره خلاص. هنا طبعا لازم يحصل ريستريكشنز على مين اللي بيكونكت النتورك. طبعا البورت ده بقى بيبقى خاص بيه الناس اللي هم الادمنستريتورز بتوع النتورك. طبعا لازم يكونوا محددين ايه هي الصلاحيات او ايه هي الحاجات اللي بتدخل على النتورك نفسها وايه الحاجات المطلوبه عشان يقدر يكونكت على النتورك. طبعا بقى هنا بنعمل كرييشن للاكونتس، الاكونتس بتاعتنا مين مسموح يدخل بانهي ماشين وهكذا خلاص. طيب بعد كده احنا النتورك بتاعتنا دي خلاص احنا جوه المستشفى كده خلاص احنا تمام قايمين بنفسنا مش بنعرف نتواصل مع حد بره. طب لما باجي اتواصل مع حد بره هل برضه الترافيك اللي جاي لي من عنده هل انا في حد بيبص عليه ويقول لي في مشكله ولا لا؟ هنا بنقول عليه حاجه او بنقول عليه لير اسمها كريميتر. في اللير دي هنا بنبتدي نطلع من النتورك بتاعتنا للنتورك الاعلى اللي هي ثرو الانترنت بقى. اي حد انا هكلمه بره او هو هيبعت لي ترافيك لازم اكون لازم اتشيك على الترافيك اللي جاي لي ده. هنا لازم احط سوليوشن ماي ممكن يكون مثلا بوردر فاير وول او نحط مثلا حاجه بتعمل ديتكت للديتا بتاعتنا، ممكن نعمل حاجه باكيت اناليسيس على حسب السوليوشنز. طبعا في هنا عدد كبير جدا من السوليوشنز
اللي يصلح لاي لير من اللي هما البرميتر او النتورك، تمام؟ وده طبعا لازم يحصل عن طريق الادمنستريتور ان هو يبتدي يعمل يحط الجزئيه دي ويحط لها الرولز بتاعتها، مين مسموح يعدي مين مش مسموح لا. خلاص يعني مثلا بعض الاماكن انا مسموح مثلا اتكلم مثلا اي حد من مصر يكلمني ارد عليه عادي، خلاص يبعت اي حد من مصر يبعت لي اي حاجه انا هينفع ارد عليه. اي حد من بره مصر انا كده ما عنديش اي بيشنت من بره مصر، فانا كده كده ما حدش لما يبعت لي من اي بي بره مصر فانا هعمل دروب للباكتس. فانا برضه الرولز هنا بحددها بيست على كل مكان وبيست على كل يعني الطبيعه بتاعه المكان نفسه. خلاص طيب يعني في بعض كان في مره اتاك او رانسوم وير يعني كان في اوكرانيا، اوكي على المستشفيات بتاعت اوكرانيا. كان في سيستم بيستخدموه عشان الريكوردز بتاعت البيشنتس. بعد كده هي كان كل الاتاكس اللي حصلت وكل الضرر اللي وقع وقع على الناس بتاعت اوكرانيا بس. كان في كده شركه في يو كي اي ثينك او يو اس مش فاكره، بيستخدموا نفس الفيندور نفس السوليوشن. من هنا ابتدى الهيلث كير سيستم هناك ينضرب عادي، لان هو خلاص انت اوريدي كهاكر انت قدرت تدخل على الفيندور اللي مشغل الناس دي. هما لو اي حد تاني هيقدر يستخدم الريكورد سيستم اللي بيحط بيه البيانات بتاعت البيشنت ويقدر يدخل ياخد منها نفس الحاجه بالظبط. فهنا الاتاك نفسه بدل ما كان بيضرب اوكرانيا بس بقى بيضرب كمان معاه يو اس ايز. خلاص فهو بنفس التكنيك او نفس الحاجه بالظبط. طبعا بما ان خلاص احنا طبعا عارفين ان هو بما ان هو كده كده مش هيمباكت على بعض الناس فكده كان مفيش اهتداد، بس لما بيمباكت على الناس الثانيه خلاص احنا كده لازم نهتم بهذا الاتاك يعني ولازم نجيب الناس دي. خلاص زي ما حصل مؤخرا مع الناس بتوع اللوكبكس، يعني كان في جروب مشهور اسمه اللوكبكس. الناس دي بقى لهم مثلا من وقت ما من كوفيد تقريبا من 2020 او ابعد شويه ممكن، بدأوا يضربوا الناس عادي برأس المال على مستوى العالم يعني بخسائر كبيرة جدا، يعني توصل أوقات ل 40 مليون مثلا دولار. فعلى حسب بقى الأماكن، في أماكن كتيرة قوي على مستوى العالم حصل لها كده من نفس الجروب، أوكي؟ بعد كده ضرب مكان ما جوه يو اس عادي، خلاص يلا نجيب الناس دي دلوقتي حاجة يلا نجمع بعض. كان نقول بقى كل يعني كل الأجهزة طبعا كل الأجهزة اشتركت عشان يجيبوا الناس دي. دخل طلع فيهم واحد مصري على فكره، يعني طلع فيهم واحد مصري اي ام فيري براود بس يعني مش دي خلاص. يعني ده بقى كونسبت الديفنس اندرس، لو حد فيه سؤال قول لي. اي ابلكيشن تستخدمه طبعا من الحاجات المهمه اللي انت بتبص عليها ان انا استخدمه اب تو ديت. تمام في الحاجات اللي احنا بنستخدمها في السيستمز بتاعتنا مش محتاج كده، يعني مش مثلا مش فيتشر في واتساب، فاهمني؟ مش فيتشر في فيسبوك، يعني دي حاجات تانية مختلفه. خلاص يعني هي دي السوليوشن دي انت داخل فيها فلوس عشان الناس دي اصلا بتبتدي عندها ديفلوبر بيكتبوا الكود الجديد ويتست في مرحله. شباب احنا قبل ما بنطلع نعمل ابديت لاي سوليوشن في كده مرحله كده قبل البرودكشن بنبتدي ندخل فيها. ايه هي بقى المرحله دي؟ انا كديفلوبر انا كتبت الجزء اللي انا عايز اعدله، لاحظت ان في مثلا خمس مشاكل جوه الابلكيشن ده، خلاص؟ او مثلا في كاستمر انا مثلا النهارده رحت للفيندور قلت له انت عندك في مشكله في الفيتشر دي لما بستخدمها بتدي صلاحيات زياده وانا ما اعرفش، خلاص؟ مع اني انا ظابط الكونفيجريشن. فبعت له المشكله بتاعتي، حد تاني بعت له نفس المشكله، حد تالت وهكذا، يبتدي يحدد هو هيبتدي يعمل ابديتنج لايه بالظبط. خلاص ده جزء من الابديتنج. الجزء الثاني ان الشركه نفسها عشان تفضل موجوده في الماركت لازم تشوف ايه الحاجات اللي موجوده جديده في الماركت، فيبتدي هنا يبص على الحاجات الجديده وهم الناس المنافسين ليه جوه الماركت نفسه. لو احنا بنتكلم بقى مثلا على الريستريشن سيستم بنشوف مين الناس اللي بتقدم السيرفيس دي، هم اصلا بينافسوا بعض. هتلاقي دايما الناس بتنزل الفيتشرز ورا بعض، نفس الفيتشر النهارده مثلا حد نزلها تلاقي حد تاني بعد شهر مثلا بينزلها، ان هم اوريدي اصلا بيكومبيت طول الوقت. خلاص فانا يبتدي يشوف ايه هي الحاجات برضو من ده بارت تاني. ده بارت تالت بقى ده اصلا بتبقى رؤيه من جوه الفيندور نفسه. دي الحاجات اللي بتخلي الديفلوبر يكتب كود جديد لنفس الابلكيشن، تمام كده؟ فبيبتدي يعمل ايه؟ انا هكتب باتشنج فايل
فايل برضو في كوفر، مش بكتب الابلكيشن اول جديد، انا خلاص اوريدي بعمل بيلد مره واحده بس الابلكيشن، بكتب باتش فايل. باتش فايل ده لو انت عملت له ران انت خلاص كده عملت ابديتنج للفايل او ابديتنج الابلكيشن خلاص. فانا كديفلوبر انا كتبت الابديتنج ده. طيب هل انا هاجي اقول لك بقى انا كتبته النهارده مثلا الساعه 12 بالليل، هاجي اقول لك 8 الصبح معلش بقى انت كاستمر تعمل لي ران؟ لا طبعا، احنا عندنا قبل ما بنطلع برودكشن مع اي كاستمر، بالنسبه لو احنا بنتكلم كبنتو احنا لازم نعمل تيستنج. فانا في مرحله من التيستنج لازم تحصل. التيستنج ده بيحصل على بعض الماشينز برضه، بتعمل سيميوليشن كان هي جوه السيستم اللي الناس هتاخد ران عليه الابلكيشن ده خلاص. يعني انت ممكن بعد ما تكتب الكود وعملت له تيستنج وما عرفتش ما حسيتش اي في مشكله خالص، لما تيجي تعمل له ران بقى جوه السيستمز بتاعه الكاستمرز هتلاقي في مشكله كبيره خلاص. فهنا بيبتدي يشوف ويديتكت ايه المشاكل اللي ممكن، تمام كده. ويبتدي بعد كده يبعت ميل اوفيشال طبعا للناس اللي هم الكلاينتس دول ان انا هنا حصل ابديتنج للسيستم او الحاجه اللي انت بتستخدمها، فممكن بس تنزل الباتشنج فايل ده وتعمل ابديتنج ليه خلاص. ليه بقى نعمل الابديتنج؟ انت لو انت بتستخدم الحاجه القديمه لسه فانت عندك فيتشر مثلا ما كانتش موجوده خلاص، او في فيتشر انضافت وانت ما استخدمتهاش، فلما تيجي تكتب سبورتنج هيقول لك طب ما انا اديتك الابديتنج وانت ما عملتش الابديت، فانا اوريدي وقفت سبورتنج للحته القديمه لان انا اوريدي عملت ابديت، فانت لازم تعمل الحته دي عشان تبقى معاهم على نفس الحاجات اللي هم طالبينها في الحته بتاعه السبورتنج. ودي حته مهمه جدا لما بتتعامل مع اي فيندور سواء نتورك سواء سيستمز ايا كان ايه الفيندور اللي انت بتستخدمه، دايما بندور على الحته بتاعه السبورتنج من الفيندور ده تمام. لا لا، هو كل ابلكيشن لوحده، مفيش حاجه اسمها باوز سكيورتي بتاعت حاجه ثانيه. الرولز بتاعت اللايرز الثانيه بتبقى بيزد على كل لاير، ملهاش علاقه باللاير اللي تحت تمام. يعني انا هنا الحته بتاعت البوست هنا برن مثلا فاير وول او برن مثلا اورنج سكيلنج مثلا على الماشين بتاعتي عشان اي حاجه ماشي يبتدي يديني ريبورت او يديني مثلا نوتيفيكيشن ان هي انا في حاجه مش صح بتحصل على الماشين خلاص، فيوقفها يمسحها يعمل اي اكشن. هي يعني ملهاش علاقه خالص بالابلكيشن، خلاص احنا في مرحله الابلكيشن احنا عملنا هارد لينك، احنا عملنا اول حاجه اتاكدنا ان هو اب تو ديت، اتاكدت ان انا جايبه من فيكتور مش جايبه كراكتس. الكلام ده لو انت بتتكلم انت منزل اصلا على الماشين نفسها 10 حاجات كراكتس مثلا، او منزل حاجات كلها مش اوفيشال خلاص. الترمينولوجيز بقى احنا طبعا اتكلمنا عن كل الترمينولوجيز دي واحنا بنتكلم، يعني اتكلمنا عن الفرنابيلتي الفريد طبعا المي الفريد ده بيتقسم لكذا حاجه اللي هو الحاجات دايما اللي احنا ريتن باي بايدن يعني يا اما يكون الهاكرز يا اما الحاجات اللي هي الناتشرال يعني. فاحنا الفريد ده بيأثر على لما الفريد ده لو كان حاجه قويه قوي، لو انا عندي مثلا في هاكر جامد جدا وعايز مثلا يتارجت مكاني خلاص، والمكان ده اوريدي عنده 10 فرنابيلتيز، هم عارفين ان هم عندهم 10 فرنابيلتيز خلاص، فلو الفرنابيلتيز دي هو قدر يستغلها خلاص طب انا هنا عندي ريسك عالي جدا تمام. طب لو هو ما قدرش يستغلها فهنا هنا ريسك ممكن يكون ميديم مش ريسك مش هاي ريسك خلاص. طيب الاكسبلويت ده اللي احنا لما بيجي كهاكر يعني يعمل اكسبلويتيشن، هو بيستغل الفرنابيلتيز اللي موجوده ويقدر يدخل منها خلاص، كده بنعمل اكسبلويتيشن. ده كود بنكتبه على فكره عشان نستغل بيها الفرنابيلتيز. كل الحاجات دي اكواد. البيلود ده جزء من الاكسبلويت اللي انا بكتبه، ده اللي بيبقى فيه البورت اللي انا بستغل بيه مثلا جزء من الفرنابيلتيز خلاص. فاير وول زي ما احنا اتكلمنا هو ده سوليوشن يعني من السكيورتي سوليوشنز اللي بنستخدمه عشان نحط عليه رولز معينه نقدر نحمي بيها اللايرز المختلفه عندنا على خلاص كده. كان المفروض ان احنا نتكلم بقى عن السايبر سيكيورتي كارير باثز، بس يعني خلونا نتكلم اكتر عن الحاجات بتاعت الهيلث سكيور شويه. يعني كده كده باقي حاجات موجوده معاكم في البرزنتيشن هبعتها للدكتور ايمان. نتكلم عن الانسيدنتس بقى اللي بتحصل في الهيلث سكيور سيستم بالنسبه لمصر وبالنسبه جلوبال خلاص. بالنسبه لمصر اكتر حاجات بتقابلنا الحاجات اللي هي فيها داتا بريتش. داتا بريتش بمعنى ايه؟ ان انا بنلاقي دايما في ريبورتنج ان حصل داتا بريتش
للبيشنتس على مستوى مصر. خلاص ممكن بقى الناس تبع التامين تبع المستشفيات ما على حسب بقى الداتا بريتش تبع اي اورجانيزيشن بالظبط. خلاص فاكتر حاجه بتحصل في مصر هي الداتا بريتش. طيب هو ازاي بقى بيوصل لحته الداتا دي عشان يعمل لها بريتش؟ الداتا بريتش بمعنى يا شباب ان احنا دلوقتي انا كاماني مثلا دخلت على سيستم ده توصل فيه مثلا للريكوردز بتاعه البيشنتس كلها. خلاص فانا عندي حل من اتنين، يروح اكلم المكان ده اقول له انا معايا ريكوردز دي هديني فلوس وانا اديك الريكوردز، خلاص انا مش هعمل لها بابلش في اي مكان تاني. خلاص الكيس ده الكيس دي ما بتحصلش. ليه؟ انا عايزه ابيع الريكوردز دي 10 مرات مش مره واحده، انا ليه ابيعها مره واحده لان انا ممكن ابيعها 10 مرات. خلاص فبيحصل ايه؟ ان انا ممكن على اي شانل انسكيور، ممكن زي تليجرام لان هو انسكيور شويه، او على الحاجات اللي هي بتاعه الدارك ويب اللي هي اصلا انتراكبل، ما يقدرش حد يقدر يدخل يجيب الاي بي بتاعي لان انا باخد سيرفيس ان انا براوت الترافيك بتاعي او الاكثر من حاجه فما يقدرش يوصل للاي بي اللي انا طالعه بيه من مصر. خلاص وابتدي احط الداتا بتاعتي دي واقول انا معايا بدي حساب بالمنها مثلا انزل 10 ريكوردز. خلاص الريكوردز بقى بيبقى فيها النيمز الاي دي نمبر التشخيص بتاعه ايه مثلا، كل عنوانه فين، تليفونه، كل الايميلز بتاعته، كل الانفورميشن اللي ممكن تكون موجوده في الريكوردز. خلاص فنزل سامبل منها، السامبل ده مثلا اقول نزلها 10 ريكوردز واقول الناس انا معايا مثلا مليون ريكوردز. خلاص للمعلومات الناس اللي هي المصريين مثلا لو حد عاوزه ممكن يدفع لي عادي واقوم حط الحاجه اللي انا عايزه اقول له الرقم معين. خلاص لو انت عايز الداتا دي ممكن تبعت لي عادي فلوس وانا ابعت لك. فانا هلاقي مثلا من الناس اللي كلها شافت الريكوردز دي 10 مثلا 20 واحد بعت لي. خلاص فانا بدل ما بعتها مره بعتها اكتر من مره. خلاص دي اول مشكله، دي اول مشكله ان انا في حد وصل للداتا بتاعتي يقدر ياخدها وباعها اكتر من مره. طيب هي بقى الناس اللي اشتريتها دي اصلا هياخدوها كده لله؟ لا طبعا، هو اللي بيستخدمها ده هاكر اجمد من اللي اخذ الداتا دي بكتير. خلاص يعني هو اجمد من الشخص اللي باعه. خلاص يعمل ايه بقى؟ ياخد الداتا دي ويبتدي يعمل بيها كامبينز على البيشنت نفسه. خلاص الكيس اللي انا بحكي لكم عنها دي حصل بتحصل كتير قوي في يو اس. خلاص لان هناك الانشورنس عندهم عالي جدا بيدفعوا فيه ارقام كتيره فبيعملوا ديسيت للبيشنتس وياخدوا منه الفلوس اللي المفروض الانشورنس يبعتها. خلاص فخلونا بقى ندخل في السيناريو اللي هو بتاع انا دلوقتي خلاص في 20 واحد قدر ياخد مني الداتا دي، هبتدي اعمل بيها ايه؟ يبتدي يبعت للناس دي. خلاص هو اوريدي معاهم الميل بتاعهم معاهم الحاجات دي، قعد بقى يعمل سوشيال انجينيرنج على مجموعه من الناس اللي موجوده مثلا. خلاص لقى واحد فيهم مثلا شغال في مكان كريتيكال، طب انا ليه ما اعملش مثلا فيشنج عليه وابعت له ميل يبتدي يدخل هو في المكان اللي شغال فيه واعمل كومبرومايز للمكان اللي هو شغال فيه. دي حاجه ممكن استخدم الحاجات الثانيه ان انا اعمل ديسيت لليوزرز نفسهم ان انا ابعت لكم مثلا برودكتس مثلا بيز على الدياجنوستس بتاعتهم، ابعت لهم برودكتس ده بقى خلاص انت هتاخده ده هتبقى تمام جدا. خلاص ابعت لي بقى الفلوس وانا ابعت لك البرودكت دي. برضو دي حاجه ثانيه. حاجه ثالثه من الحاجات اللي احنا ممكن برضو الناس يعني يستخدموها ان هم ممكن في حملات ضد البوليتكس ممكن مثلا يبتدوا يعملوا اكونت فيك بالميلز دي. خلاص هم او يبتدوا يبصوا على الميلز دي وياخدوا منها الكريدنشلز بتاعتها ويبتدوا يعملوا اكونت فيك مثلا ويعملوا كامبينز اصلا ضد البوليتكس نفسها. خلاص فهي الداتا نفسها مش البريتش بتاعها هو المشكله، اللي بيحصل الامباكت اللي بيحصل من البريتش. في يو اس مثلا احنا الانشورنس هناك بيدفع فلوس للبيشنتس كتير قوي، يعني هو بيأفورد فلوس للناس كتير. فانا ممكن اجي اقول لك انا هبيع لك البرودكت ده الانشورنس مثلا كان بيدولك بكذا فانا هديهولك بكذا. خلاص وقلل عن الانشورنس، فانت طبعا بالنسبه لك هتروح الانشورنس بتاعك تقول له ايه انا عايز اشتري البرودكت ده بيز على الدياجنوستس ده، فيبتدي يدفع لك طبعا الفلوس اللي انت بيأفورد معاك الفلوس اللي انت عايزها. في الاخر البيشنت مش بياخد الفلوس دي، اللي بياخد الفلوس دي هو الشخص اللي عمل العمليه دي، مش ولا الانشورنس ولا البيشنت، يعني ما هو الانشورنس استفاد بيها ولا البيشنت. خلاص اللي اخدها هو الشخص اللي عمل سي للبيشنت. تمام كده؟ طيب وده بيحصل كتير قوي
يعني لك ان تتخيلوا ان في شركات في الهند كتير قوي قوي وشغال معاهم ناس من مستوى من كل البلاد. في مصر هنا بيحصل هذه الحاجات دي برضه ان هم بيكلموا الناس هناك في اس ويقول لهم احنا تبع مثلا الشركه كذا وعندنا برودكت للهيلث كير مثلا كذا لو انت هتحتاجه فانا هبعته لك تبع الانشورنس بتاعك. هو معاه الانفورميشن بتاعت الانشورنس كلها طبعا وعارف هو بيأفورد معاه قد ايه. خلاص هنا يبتدي الفلوس تتحول على الاكونت بتاع الشركات اللي بتعمل كده. يعني في شركات قائمه على الداتا بتاعت الناس بتاعت الانشورنس بتاعت. يعني دي كده يعني حاجه كده من الناس اللي بيحاولوا يستغلوا البيانات بتاعت البيشنتس. عندنا بقى الحاجات اللي حصلت على مستوى العالم في الهيلث كير سيستم عندنا كتير قوي، بس يعني خلينا نقول اشهر كام حاجه ليهم. احنا عندنا سمعت طبعا عن الوان كراي رسم ايه ولا لا؟ طيب الوان كراي رسم ايه؟ ما سمعت حد قال حاجه؟ لا خلي بقى مش الوان كراي رسم ايه؟ الوان كراي رسم ايه؟ انا مدركه ان انتوا بعيد تماما عن الحته بتاعت السكيورتي فا اتس اوكي. يعني ده نورمال جدا. انا طبعا في الحاجات بتاعت الطبيه بتزيد وعادي جدا كل واحد في مجاله بيبقى كويس خلاص، فما تقلقوش من البورت ده. عندنا الحته بتاعت الوان كراي رانسوم وير اتاكس، يعني ده برضه كان مشهور جدا في 2017. ده عمل كوارث مش بس في الهيلث كير سيستم، بس هو طبعا امباكتد على مين؟ على الهيلث كير سيستم. وهنقول برضه عمل ايه؟ عندنا نوت مالور اتاك، دول بقى كارثه، يعني دول كانوا المسلمين اوكرانيا بشكل غير طبيعي. عندنا رانسوم وير برضه، دول ثلاثه كامبينز يعني من اشهر الكامبينز اللي حصلت في السكيورتي عموما، من اشهر الكامبين اللي عملت امباكت على الهيلث كير سيستم. خلاص؟ عندنا بعد كده داتا بريتشز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، هوريكم كده يعني دايجرامز التاثير بتاع الداتا بريتشز على الناس وعلى الانديفيدوالز كان عامل ازاي. واخر حاجه طبعا كوفيد 19 طبعا من وقت ما ظهر ان في ناس كتير قوي قوي حصل لها مشاكل في الحته بتاعه السكيورتي كبيشنت عن طريق استغلال كوفيد 19. انا خلاص انا هبعت لك ميل دلوقتي حالا. فاكرين الوقت اللي ما كانش فيه فاكسين اصلا وما كانش فيه ما كانش حد عارف يوصل لاي حاجه، لما ابعت لك ميل اقول لك انا عندي الفاكسين ده وبعت لي مثلا كذا، هل انت هتقول لا؟ لا طبعا. كلنا دلوقتي اصلا بانك، احنا كلنا بانك في اي حد هيبعت حاجه انا هصدقه، يعني رقم واحد انا هصدقه، ما فيش شك فيه 1%. خلاص هنتكلم عن الوان كراي ده يعني من الحاجات اللي كانت صعبه قوي في 2017. طبعا هو في الهيلث كير سيستم هو ضرب الحاجات بتاعت يو كي. خلاص عندنا في يو كي كده الناشونال هيلث كير سيستم طبعا ضربها بشكل غير طبيعي. طبعا بوستنج للمكان حوالي تقريبا 92 مليون يورو، 92 مليون يورو بشكل غير طبيعي التاثير على الهيلث كير سيستم بس. يعني وانا كراي في الهيلث كير سيستم بس اثر عليهم بهذا بالرقم ده، يعني هم خسروا الرقم ده. خلاص طبعا في 19000 بيشنت حصل لهم مشاكل في الابوينتمنت بتاعتهم. طبعا يعني كان هو حاجز ابوينتمنت خلاص، في ناس منهم كان سيرجري، يعني كان في ناس سيرجري خلاص انت كانسليشن، انت مش موجود عندي على السيستم. هناك طبعا بالنسبه لهم انت مش موجود على السيستم يبقى سوري باي. يعني ما ينفعش، ازاي عندنا بقى انت ممكن ما تكونش موجود على السيستم، فانا اعرف حد جامد ممكن يدخلني، ممكن الناس تبقى كويسه شويه في شويه. هما طبعا في الباك جراوند ما كانوش يعرفوا ان ده تاثير رانسوم وير. خلاص يعني هما 19000 ريكورد اللي اتغيروا دول هما ما كانوش يعرفوا ان ده تاثير رانسوم وير. هما بالنسبه لهم يعني خلاص لوجيك، انا بالنسبه لي حد مش موجود على السيستم انا خلاص يعني مش هقدر افورد معاك ان انا حتى اديك السيرفيس اللي انت طالبه دلوقتي، فما اقدرش. تمام؟ فهنا في 19000 في منهم ناس سيرجري في ناس دايت خلاص، يعني مش معانا دلوقتي في الكوكب بسبب الرانسوم وير. خلاص؟ طيب الاتاك ده اصلا كان في الكود بتاعه او الماليشيس كود زي ما كنا بنتكلم عن الرانسوم وير، كان عندي ماليشيس كود اتاتشد بسوفت وير هم بيستخدموه. خلاص؟ لما هم استخدموا بقى السوفت وير ده اللي انا بقول لك عليه، لازم نستخدم السوفت وير دايما من حاجه تكون السورس بتاعها كويس، ما
بيكونش السورس بتاعي اصلا في مشاكل. ممكن يكون ممكن استخدمهم بيندر كويس، بس البيندر ده عنده مشاكل ثانيه في ثيرد بارتي، هو بيتعامل مع شركه ثانيه، الشركات دي هي كومبرومايز خلاص. ودايما الاتاكس بتاعتنا انا مش مثلا بعمل دايركت اتاك على مكان ما، انا بشوف هو بيتعامل مع انهي فيندرز ثانيه، شوف الفيندرز دي هل انا اقدر اكون يعني اقدر اكومبرومايز ولا لا. قدرت اكومبرومايز اوكي، ما قدرتش اشوف هو بيتعامل مع انهي ثيرد بارتس، انهي اماكن ثانيه اقدر اعمل لها كومبرومايز خلاص. فالتشين بتبدا من هنا ان انا عندي تارجت وابتدي اشوف التارجت ده مين اللي حواليه خلاص كده. يعني كان مشكله ثانيه يعني مالهاش علاقه بالهيلث كير، بس يعني المشكله دي احنا كان في سوليوشن بنستخدمه اسمه سولار وين خلاص. سولار وين ده اسمه ده كان في 2013 هو حاجه كده مش فاكره بالظبط الصراحه، بس السولار وين ده كان ساعتها كل الناس بتاعت التكنولوجي بتستخدمه خلاص. طيب السولار وين ده في حد قدر يستخدم التشين بتاعته ويعمل انجكت للكوب بتاعه خلاص. فلما عمل انجكت في المرحله دي كل الناس اللي بترن السولار وين بقى عندها المالشيس كود. هو ضرب كل الشركات او 70% من الشركات بتاعت التكنولوجيا على مستوى العالم بس عشان هو استغل تشين واحد خلاص. طيب خلونا بقى نتكلم على الثيم بقى اللي هو اللي انا بقول لكم عليه بتاع اوكرانيا ده. هو النسبه زي ده يعني ربنا يكون في عونهم بجد 2017 هو مش سايبهم يعني. تدمير في البيانات موجود، هاخد هسرق منك الداتا موجود، هستغل التشين بتاعتك مع يو اس موجود، يعني انا مش هسيبك هاخد هطلع منك بكل حاجه انا اقدر اخدها منك خلاص. فهو يعني عمل معاهم كل حاجه يعني. هو في اوكرانيا اصلا خلى المستشفيات نفسها كانسليشن الابوينتمنتس اوكي، اخد داتا اوكي ما عنديش مشكله. انت بتستخدم نونس 3 دي بتعمل بيها ريكورد، هي دي ريكورد سيستم يعني بنحط عليها ريكوردز، حد تاني في يو اس بيستخدمها، طب انا هعمل بقى هقدر استغل دي عند يو اس عشان اقدر اخد منهم البيانات. في المرحله دي خلاص هم واقفين بقى طبعا يعني خلاص. فهنا انا هاخد منك كل حاجه، داتا بريتش اوكي، هكنسل ابوينتمنتس، هضرب الحاجات بتاعتك عندك على السيستم ما عنديش مشكله خلاص. ومع كمان انا قدرت ادخل جوه التشين بتاعتك وقدرت افهم السوليوشن او السيست او الفيندر اللي انت بتستخدمه عشان تعمل بيه ريكوردنج للبيشنتس ريكوردز بتاعتك خلاص. فهنا قدر يستخدم دي كمان وقدر يدخل على الريكوردز بتاعت الاماكن اللي استخدمها في كيو اس تمام كده. فطبعا هي كانت كامبين عنيفه قوي على اوكرانيا، دمرتها كتير كتير جدا. طبعا احنا عارفين السورس بتاعها، مش محتاجين اقول لكم مين اللي كتبها صح؟ لا مين؟ لا بتسالوا بجد؟ انتوا اكيد مش بتسالوا بجد. اكيد هي كان بيقول من 2017. نلعب بعد كده روبي، روبي رانسوم وير طبعا ده لسه ستيل جوينج يعني لسه بيحصل عادي وموجود وما فيش اي مشكله. عندنا في يعني بعض الاماكن الموجوده كلها قدرت تعمل ريبورتنج ان في هنا انا بس كان في مشكله في نوت بيتسي قبل ما ننقل. كان في مشكله ان اصلا الناس في السيستم ما قدروش اصلا يديتكت ان كان في اصلا رانسوميل في الباك جراوند، يعني هو ما كانش في اي حد بيبص على السيستم دي بيتشيك اذا كان فيها اصلا مشكله ولا لا خلاص. ده اللي دايما بقول لكم ما ينفعش ان احنا نسيب السيستم بتاعتنا كده. احنا حتى واحنا عاملين كل اللايرز بتاعتنا عملناها سكيورتي احنا لازم نعمل اوديتنج، لازم حد فيه بيبص على الترافيك بتاعنا ويتاكد ان فعلا مفيش مشاكل ستيل خلاص. ده اللي بقول لكم عليه، مفيش سيستم 100% سكيور. هم كانوا عادي مستغربين، دول ناس جامدين جدا في سواء في السكيورتي يعني مستغربين كل السوليوشنز خلاص. على عكس بقى من روك رانسوم وير، روك رانسوم وير بقى الناس كلها ريبورتد اصلا ان في هنا كامبين جديده بتحصل، بس هم لحد دلوقتي مش عارفين يعملوا سيستم انكربشن ولا عارفين يعملوا ديكريبتور الفايلز ولا يعرفوا يعملوا يرجعوا الفايلز نفسها خلاص. فانت الحل الوحيد اللي موجود عندك لو انت عندك بقى باكت فجو اهيد استخدم الباكت بتاعك. طبعا هنا هم عملوا حاجه كمان ان هم كمان شافوا زي انا لما بدخل على المشين هم عملوا سيف للناس اللي شغاله في المستشفيات ان هم كمان بيدخلوا على السيستم نفسه خلاص. لما بيدخلوا على السيستم نفسه بيبتدي يعمل ايه؟ observing لكل الحاجات اللي موجوده على السيستم
وابتدي اشوف الاكشنز بتاعت يعني انا موظفه عاديه في المستشفى مثلا بتاعت الريسبشن كلوس اي انا ليا مثلا في حاجات معينه بعملها كل يوم هما بيريكورد كل حاجه انا بعملها كل يوم خلاص بيريكورد كل الحاجات اللي انا بعملها في السيستم بيقدروا يعرفوا التكنولوجي اصلا بحيث الريكوردنج دي خلاص هما بيشوفوا كل الحاجات اللي انا بعملها عندي على الماشين بعد كده خلاص انت خدت منك الانفورميشن بتاعتك عرفت انت بتستخدم الماشين دي ازاي وبتستغلها ازاي تقدر يدخل على التكنولوجي اللي انت بتستخدمها فلما بيعمل كده بيقدر يعمل لها انكريبشن بشكل محدش يقدر يعمل ديكريبت غيرها خلاص طبعا حتى هما يعني من يعني بجد من العظمه بالنسبه لي هما حتى يعني لما بييجوا يطلبوا ان انت تدفع ادفع لي بالبيتكوين عشان انت كمان هنا تبقى اتراكتبل اكتر بكتير ففي بيتكوين صح؟ فتدفع لي بيتكوين مش هتدفع لي دولارز بقى وتحول لي على البنك اكونت وتفتكر بقى ان انت تعرف مين في الاخر لا مش هتعرف خلاص؟ لان احنا الترانسفيرز بتاعت البانكس بتبقى تراكتبل خلاص؟ يعني في ترانسفير ويرز قبل كده لما حصل منها ترانسفير من بنك لبنك بيحصل اصلا حاجه اسمها الوكيشن فانا لو هبعت مثلا 10 مليون دولار فانا بيحصل حاجه اسمها الوكيشن من البنك ده للبنك ده عند فيدرال بنك فيدرال بنك عشان انا طبعا اكيد مش هنقل لك 10 مليون دولار من البلد دي للبلد دي خلاص فانا في حاجه اسمها فيدرال بنك هو اللي بيعمل الوكيشن للماونت ده تمام كده فلما بيعمل الوكيشن للماونت ده هو اللي بيقدر يعمل تراكنج الفلوس كام منين فين تمام فانا هنا مش هقول لك تبعت لي بنك اكونت بقى او تقدر تعمل لي تريسنج حتى لو يعني في مكان طبعا في بعض الدول مش بتبقى يعني حتى في حته الاي بي هات ما بنعرفش نوصل للاي بي هات جواها بتبقى شغاله بشكل مش الستاندرد كذلك الفلوس في بعض الدول كده بس هي الفكره في ايه ان انا هقول لك ادفع لي بيتكوين برضه مش هياخد منك الفلوس كده خلاص طيب عمل ايه بقى في الحته بتاعه الهيلث يعني الامباكت بقى يعني هو بعد ما استخدم الطريقه دي عشان يدخل وبعد كده عمل انكريبشن للداتا عمل ايه الامباكت بقى ايه على الهيلث كير سيستم او على البيشنت نفسهم احنا في الاخر بالنسبه لنا في الهيلث كير اندستري كلنا بيبقى المهم بالنسبه لنا هو البيشنت سواء بقى الناس اللي في زيكم انجينيرنج او الناس اللي هم الدكتورز او كده يعني السيكتور ده او السيكتور ده كده كده في الاخر بالنسبه لنا هو اهم حاجه بالنسبه لنا او الشخص اللي بيدينا في الاخر الانكم بتاعنا هو البيشنت فده بالنسبه لنا اهم حاجه طبعا هم قدروا يعملوا ايه كانسليشن بقى الابوينمنت كانسليشن للسيرجري اخذوا بقى البيانات ريكوردز بتاعتهم كل اي حاجه البيشنت يعني خلاص هو اسم بيموت وخلاص بياخد منك البيانات برضه خلاص فهنا كان في حاجات كتير قوي منها على البيشنت اللي موجوده عندنا خلاص داتا بريتش بقى داتا بريتش دي من الحاجات اللي هي كوارث بتحصل لان هي مشكلتها ان هي مش بتقف عند البريتش بس يعني انا مشكلتي مع داتا بريتش مش ان انا الداتا بتاعتي في الشارع هي يعني في الشارع وفي 1000 واحد يتمنى ياخدها يعني حتى لو داتا مستجد يعني حتى لو داتا فيها ما فيهاش غير اسماء وميلز برضه هي كارثه لان يعني انت من الميلز دي يعني انتوا تعرفوا ان انتوا في اندرويد لما بتدخلوا الميل بتاعكم على الاندرويد في اول مره تستخدمينه كل حاجه موجوده عند جوجل تعرف كده يعني حتى الابس اللي انت منزلها المسجز السيري نمبر بتاع الماشين نفسها الحاجات كلها فانا لو عايزه اجيب الانفورميشن دي طبعا كحد بيتكلم باوتوريتي مثلا زي السيرش او زي الجهاز الفامي يعني فهنا احنا بنقدر ناخد البيانات طبعا مش هتقدر تاخدها انت كيوزر عادي انت بياناتك الشخصيه مش هينفع تاخدها انت كشخص من جوجل عادي مثلا اقدر اخدها لو انت في انسيدنت وعايزه اتاكد ان الشخص ده هو اللي عمل المشكله دي فبنقدر نعرف البيانات دي كلها تمام ففي هنا بيانات كتيره جدا انا مشكلتي خالص مع البيانات اللي حصلها بريتش انا مشكلتي كمان ان الناس كتير قوي تتمنى ورموا حتى لو مين لان مجرد مين يقدر يوصل لبيانات كتيره جدا عن الشخص ممكن يعمل كامبينز يبدا منها كامبينز اوكي فهنا في مشكله كبيره مش الداتا بريتش نفسها هو الاستخدام ما بعد الداتا بريتش تمام فهنا انا يعني دي الداتا بريتش اللي حصلت بس في الحته بتاعه الهيلث كير سيستم من 2009 ل 2023 شايفين عدد الريكوردز اللي حصل يعني
ريكوردز كتيره جدا. طبعا هي في اخر سنه زادت تاني، هي في 2014 ل 2015 اللي هي 2015 كلها يعني كان حاصل فيها بريتش كتير قوي، يعني عادي في بريتش حاصل بس يعني مش مثلا مليون مثلا ليكو، لا مش الارقام دي. بعد كده وصلت على 2023 طبعا كل الرانسوم ويرز شغاله على كل السيستمز، داتا بريتش بقى خلاص احنا كده هنجيب كل الداتا بتاعتنا ونبتدي نشتغل عليها. خلاص الامباكت بقى على الناس اللي هم الانديفيدوالز اللي هم الناس البيشنتس نفسهم، يعني زي ما بقول لكم كده هم يعني ميتين واحد موتهم تاني يعني بجد ربنا يكون في عونهم. فهنا ده الامباكت بتاع عدد الناس اصلا اللي حصل لهم مشاكل من الريتش بتاعت الهيلث كير سيستمز. يعني لو قريتوا الرقم يعني هو الرقم يخض شويتين يعني، ف يعني مثلا في 2015 كان حوالي مثلا 110 جلبات استصفار، يعني 110 مليون مثلا، يعني 110 مليون بني ادم في الكوكب حصل لهم مشاكل في يعني هم كلنا تبع الريتش بتاعت الهيلث كير سيستمز. فده يعني رقم يخض يعني رقم، وكل ده عن طريق يعني المشاكل دي حصلت من البدايه عن ايه؟ عن طريق الرانسوم ويرز، مالهاش علاقه خالص بقى باي بانديميك باي حاجه يعني، حتى مش كوفيد مثلا، مش لا هي كلها يعني مثلا 2015 ما كانش عندنا كوفيد عادي بس كان عندنا رانسوم ويرز. خلاص؟ طيب في بقى الناس او بالنسبه لل طيب احنا 5 دقايق خلاص بس الباور ده خلاص ماشي. طيب طبعا احنا بقى بالنسبه للهاكرز احنا بالنسبه لنا عندنا كوفيد، يعني ده بالنسبه لنا ده كراون جول كده، حاجه حلوه قوي ان احنا نقدر نستغلها. خلاص يعني حاولوا تكونوا زي الناس اللي هم الاشرار اللي بنقول عليهم، هتعرفوا ليه هو كراون جول، هو بالنسبه لهم حاجه حلوه قوي جدا ومبسوطين مش مدعين خالص، مع ان كل الناس عادي مدعيه لا مش هم مبسوط. ليه؟ انا اقدر ابعت اقدر اعمل اتاكس بيزد على الكامبين بتاعي كوفيد 19، ابعت فيشنج ايميلز، ابتدي اخد بيانات، ابتدي اخد انفورميشن من الناس بيزد على البرنامج اللي كل الناس فيها. خلاص كل الناس فاهمه دلوقتي واقدر استغل الناس في الحته الفولنربيلتي. تمام؟ فانا لو ما عنديش وعي عادي انا ممكن اكليك على اليور ال مثلا، ده ايه ده اكزامبل بسيط جدا، مش ده اللي بيحصل طول الوقت. عندنا بيجذر انفورميشن، عندنا كمان الحاجات اللي هي خاصه بالايكونومي ممكن يقدر يجيبها، الحاجات بتاعت الفاكسين زي ما بقول لكم ايام ما كانش فيه اصلا الدنيا مش واضحه احنا المفروض نعمل ايه، لو انا في الاس دي ممكن اعمل ايه. فاكرين اول فتره خالص في 2020 دي لو كل الناس مش في الشوارع، كل الناس بانك قوي، لو حد يعني لو حد كان بيتكلم ان انا عندي صوره واضحه اللي هيحصل فيما بعد، فهنا انا خلاص انا تمام، لان انا في مرحله انا كانسان عادي انا في مرحله البانيك انا عايز اصدق الشخص اللي عنده معلومه، يعني انا اوريدي مش ما بقاش اصلا مدي احتمال انه او لا، انا اوريدي عايز اصدق مش عندك معلومه ايا كانت المعلومه اللي موجوده فانا هصدقك. فانت لو قلت لي في فاكسين وهتوزعه عندنا خلاص انا يعني انا قايل جدا ان انا بالنسبه لي انا بانيك، انا بانيك من حاجه ثانيه هصدقك انت بغض النظر انت عندك حق او لا. خلاص هو بيستغل الحته دي، فدي حته فورنابيلتي على فكره في الجوي بس هي مش في السيستم خالص، هي فينا احنا كبشر. خلاص فهم بالنسبه لهم بقى كهاكرز يعني هم كانوا مبسوطين جدا عادي جدا حصل ده كده عدد الناس اللي حصل لها مش يعني حصل لها في الحته بتاعت مثلا الجاذرنج انفورميشن، ده كل الناس اللي حصل لهم جاذرنج انفورميشن وعددهم. خلاص وازاي زادت وقت كوفيد 19 عن الطبيعي. خلاص اخر بورت بقى سريعا كده عشان الناس انا كده اخدت البريك بتاعكم يعني ازاي بقى الديفنس. خلاص دي حته مهمه فهنتكلم عنها، لو حد عايز ياخد بريك فاتفضلوا كده ريكوردد. اوكي عندنا الحته بتاعت الديفنس دي زي ما قلت لكم احنا بنمشي على ليه وليه وليه بنبتدي نفهم منها ازاي اعمل ديفندر ليرز. طيب الستاندرد بتاعنا ايه؟ ان انا اول حاجه بشوف الابلكيشن بتاعي وبعمل له كنترول. اول حاجه الابلكيشن يعمل له اعمل له كنترولنج، بمعنى ان هي المسموح ان هو يستخدمه، ايه هي الصلاحيات بتاعه كل يوزر، الكنترولز اللي انا هحطها، مين يفتح الابلكيشن ده ومين لا. خلاص انا بعمل كنترولنج للابلكيشن بتاعي. تاني حاجه لو انا الباتش مانجمنت، الباتش مانجمنت هنا الحته بتاعه الابديتنج اللي احنا اتكلمنا فيها،
ان انا هعمل مانجمنت للباتشنج اللي انا هعمله اوبتيم عندي على الماشين. فانا لازم اشوف ايه هي الباتشز اللي وصلتني وايه هي الابديتس اللي هتحصل عندي والامباكت اللي هيحصل عندي على السيستم بتاعي. فانا لازم اعمل باتش مانجمنت للابلكيشن بتاعي، لازم يكون اب تو ديت، ولازم اتاكد ان الابديتس اللي انا نزلتها نزلتها صح ونزلتها من السورس بتاعها خلاص، واتاكد ايه هي الفيتشرز اللي ضافت لي وايه الحاجات اللي اتشالت من عندي في كل ابديت. انا دي حاجه اسمها باتش مانجمنت. فانا بعد كده لما بنيجي نعمل كونفيجريشنز او اي فايل يعني ده خصوصا بقى في السيل سيستم دايما بيستخدموا مايكروسوفت اوفيس. مايكروسوفت اوفيس هنا عندنا الاكسل شيتس اللي بيستخدموها للبيشنتس، الوورد فايلز اللي بيطلع او الحاجات اللي بيعملها برينتنج للبيشنتس، اي كان الانفورميشن اللي هيستخدمها دايما بيستخدموا اوفيس. فانا هنا لازم اتاكد ان حاجه اسمها ماكروس دي اللي انا باتاتش فيها الفايلز، لما باجي ادبل كليك على وورد فايل بيفتح لي الفايلز بتاعي خلاص. دي الحاجه دي اللي انا بقول بشخصها دي اسمها الماكروس خلاص. فانا لازم اتاكد واعمل مانجمنت للماكروز دي امتى تشتغل وامتى لا، وهل لو اشتغلت هل هبعت ورنينج لليوزر ولا لا خلاص، عشان ممكن اي حد يستغلها في الحته بتاعه الاتاكس في فيما بعد. تمام كده، ان محدش يقدر يعمل اتاكس لاي حاجه جوه الاوفيس، بما اننا في الهيلث كير سيستم شغلنا بي دايما بيبقى عنده او بيبقى على الحته بتاعه الاوفيس خلاص، بنستغله كتير. عندنا بعد كده اليوزر ابلكيشن هاردنج، ان احنا نعمل هاردنج لليوزر ابلكيشن. اي حاجه اليوزر هيستخدمها احنا نبتدي نعمل هاردنج ليها. هاردنج بمعنى اتاكد هي السورس بتاعها، اتاكد معمول لها ابديت، هو منزلها ابديتنج ولا لا. لو ما لقيتش صح خلاص احنا شلناها، انا كادمنستريتور اللي بعت البورد ده مش اليوزر. بص عندنا بعد كده البريفليج، الصلاحيات اللي هديها للناس. انا لازم اعمل ريستريكشن لكل الصلاحيات اللي هديها لكل حد. الادمنستريتور ليه صلاحيات، اليوزر العادي ليه صلاحيات. فهنا انا ببتدي اعرف ايه هي الريستريكشن والريستريكشن دي لمين لكل حد خلاص كده. عندنا بعد كده الاوبريتنج سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه، بنعمل له باتشنج. باتشنج برضه بمعنى ان انا اشوف الباتش اللي انا هنزله عندي على السيستم وايه الابديت اللي هنعمله في السيستم بتاعي ويكون اب تو ديت. وبعد كده احنا متاكدين هو السورس بتاعه اللي هو الاوفيشال. عندنا بعد كده طبعا احنا لما بنيجي كونكت مثلا الناس بتفتح فيسبوك اكونت بتاعنا او ايميل، احنا دايما بنحط اليوزر نيم والباسورد صح؟ دي كده طريقه من طرق الاثنتيكيشن. الاثنتيكيشن بمعنى ان هو هيشوف اليوزر نيم والباسورد الاكونت بتاعك ويسمح لك تدخل ولا لا خلاص. عندنا حاجه ثانيه اللي هي بدل ما استخدم طريقه واحده بس هنستخدم اكثر من طريقه. فهنا حاجه ده الكونسيبت بتاع المالتي فاكتور اثنتيكيشن. تمام كده، احنا ممكن نستخدم فيس اي دي مع اليوزر نيم والباسورد. فانا عندي اكتر من حاجه احط بيها الاوثنتيكيشن تاني، احط ان انا اليوزر ده. تمام، بنستخدم مالتي فاكتور اوثنتيكيشن طبعا. يعني دايما ناخد عندنا باكت، يكون عندنا سيرفر بنرمي عليه باكت، نصحى مثلا كل 24 ساعه نرمي على السيرفر ده. طب ليه الباكت مهم؟ انا ان كيس حصل عندي انكربشن للفايلز اللي موجوده عندي في الهوك في المكان، انا كده مش هدفع، انا عندي باكت تاني خلاص. كل اللي انا ممكن اخسره اخر 24 ساعه من الريكوردز، مش كل الريكوردز خلاص. فده هيبقى يعني ريسك محتمل، مش هيبقى ريسك كبير. ممكن تاني ارجع الناس ممكن ناكد عليهم مثلا مين جيت مثلا في التاريخ بتاع اليوم اللي انا خسرته، بس انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر اليوم ده في سبيل ان انا اخد باقي الريكوردز كلها تبقى موجوده عندي على في الباك. والباك طبعا ممكن ناخده كل ساعه، بس ده هياخد من الترافيك كتير وياخد من الريسورسز بتاعتي خلاص. ان انا كل ساعه بقى البيانات للباك اب سيرفر، فهنا انا باخد من الباندويت. فالاحسن تعمل اما 24 ساعه يا اما كل اسبوع مثلا، بس 24 ساعه ده الافضل. ان انا في كيس حصل خسائر او حصل انكربشن بتاعتي، فانا كده كده خلاص مش هدفع الشخص اللي هو عامل انكربشن للفايلز. فانا هبتدي اعمل ايه؟ خلاص انا هرجع تاني الفايلز بتاعتي من الباك اب سيرفر. طبعا متاكد ان الباك اب سيرفر ده مفصول عن النتورك الاساسيه، عشان النتورك كلها لو حصل لها مشكله ما يضربش السيرفر بتاع الباك اب بتاعنا. بس كده، حد عنده اي شباب؟ بس يعني سيبكم بقى خلاص عشان البريك.